السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، برحب بحضراتكم وحلقه جديده من برنامج استاد الاهلي. طبعا معاكم باستمرار من خلال استاد الاهلي. احنا الفتره اللي فاتت كنا بنتكلم ان النادي الاهلي في مرحله يمكن نقول انها صعبه شويه، كان بدايتها من كاس مصر الحمد لله حصلنا عليه، لكن طبعا احنا داخلين في مرحله يمكن مناقشه اللائحه الداخليه الخاصه بالنادي الاهلي يوم 25 26 ان شاء الله يوم الجمعه والسبت في مقري مدينه نصر الجزيره. ده يوم هيبقى فارق او يومين فارقين في تاريخ النادي الاهلي من حيث طبعا كل التفاصيل الخاصة بالفترة القادمة ومستقبل النادي الأهلي في المرحلة القادمة. بعض الناس ممكن تقول لي أنت بتطبل، أنت مش عارف إيه. هو أي حد يعني هيبقى شغال في هذه القناة هيقول لك أنت بتطبل للمجلس الموجود حاليا. لا، إحنا ما بيهمناش غير مصلحة النادي الأهلي، مصلحة هذا الكيان، لكن طبعا وجودنا إحنا بنقدم شغلنا إن إحنا بنحافظ من خلال الجزء الإعلامي على هذا النادي أو على هذا الكيان من خلال أي هجوم ممكن يبقى موجود على النادي من خلال وسائل الإعلام، من خلال الجرائد، من خلال المواقع على النادي، إن إحنا دايما حائط صد دايما إن النادي ده ما يقعش في يوم من الأيام أو ما يبقاش عنده جزء البطولات الكبير موجود. فبالتالي لازم دايما باستمرار احنا حائط صد. عشان كده دايما اقول احنا عمرنا ما بنطبل لحد، احنا موجودين بنشوف الصح وبنقوله، ولو في غلط هنقوله. عشان كده يمكن احنا بنقرا الجرايد او انا بقرا الجرايد النهارده، لقيت انا حاسس من خلال الجرايد كتير او بعض التوجهات من بعض الصحفيين ضد النادي الاهلي، ودي امانه لازم نقول ان لما النادي الاهلي بيقول او عمل لائحه خاصه بيه او داخليه خاصه بيه هو شايف ان ده اللي في المصلحه العامه. ولما تيجي الاعضاء الجمعيه العموميه لما بيجوا يقروها او يعني كان بستضيف هنا ناس او ما بكون موجود داخل النادي الاهلي وبكلمهم في مناقشتهم لهذه اللائحه، كل الناس اعتقد مرحبه او بترحب بشكل كبير، شايف ان البنود اللي موجوده داخل اللائحه دي معقوله بشكل كبير وبتفيد النادي بشكل اكبر في السنين القادمه. انا عايز اقول لكم يمكن من خلال قرايتي لبعض الجرايد النهارده ان في بعض اعضاء النادي، يعني في بدون ذكر الجريده وبدون ذكر الصحفي، بيتكلم على ان بعض الاراء داخل الجمعيه العموميه واعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي ضد اللائحه كل يوم عن يوم بتزداد عكس او ما بيقتنعوش بيها. طب هناخدها واحده واحده بالنسبه للاعضاء بيتكلموا في ان هم او الجريده بتقول ان بعض الاعضاء بيعترضوا على بعض البنود، وهقولها لكم واحده واحده ونشوف صح ولا غلط ونشوف مع بعض. يعني بند من البنود ان المجلس الموجود دلوقتي واللي بيعمل اللائحه هو مجلس معين. احنا نتذكر ان مجلس المهندس محمود طاهر، وعشان كده بقول لكم انا مش بطبل، انا بقول الصح واللي حصل في النادي الاهلي وقت انتخابات مجلس اداره النادي الاهلي من سنتين، ان مجلس المهندس محمود طاهر هو معين وليس منتخب. لا، مجلس المهندس محمود طاهر في البدايه كان فاز في هذه الانتخابات باكتساح، ونتذكر هذا الاكتساح. المجلس اللي قبله كابتن حسن حمدي قدم شيء رائع للنادي الاهلي من خلال بطولاته، لكن وقت الانتخابات الجمعيه العموميه قالت كلمتها من خلال الصندوق، والمهندس محمود طاهر وقائمته اكتسحت هذه الانتخابات بشكل كبير. ولكن طبعا قصور في الترتيبات الاداريه واللي احنا كنا عايشين فيه قبل قانون الرياضه، ونتمنى ان شاء الله ما يبقاش موجود في وقت من الاوقات مره ثانيه، تم بطلان هذا المجلس نتيجه طبعا حكم محكمه واللي احنا مش عايزين زي ما بقول لكم في يوم من الايام نتحط فيه ثاني. فبالتالي تم تعيين المجلس مره اخرى، لكن زي ما بفكركم هو مجلس تم انتخابه وتم يعني زي ما بقول اخذ اعلى الاصوات في هذه الانتخابات. فبالتالي المهندس محمود طاهر موجود منذ البدايه كمجلس منتخب، ولكن طبعا نظرا لهذه الظروف. فدي نقطه لازم برضو نفتكرها، يعني ثقه الجمعيه العموميه للنادي الاهلي الموجوده حاليا موجوده لهذا الرجل ومجلسه اللي كان او اللي ما زال موجود. نقطه ثانيه يمكن اعضاء الجمعيه العموميه بيقولوا ان ما لهمش دور في وضع اللائحه، يعني ده كلام من على لسان الصحفي اللي كاتب هذا الوضع. الدور ايه؟ يعني انا واحد مش قانوني، يعني انا واحد من عضو الجمعيه العموميه، انا مش قانوني، انا عايز حاجات معينه ممكن يعني في بند انا هقوله دلوقتي انا مثلا معترض عليه، ممكن دي بعد الموافقه على، لان مش كل حاجه ممكن تبقى كامله، احنا بنحط حاجات كمان لله، بنحط حاجات ونبقى عايزين ننفذها ولكن بتلاقي حاجه ناقصه، ولكن بنتفق على شيء معين اللي هو الايه النص كامل او ثلاث ارباع، وبعد كده نبتدي نغير واحده واحده في لائحتنا. خلينا اقول ان الجمعيه العموميه ليس لها دور في معترضين في وضع هذه البنود. طيب ما هو معلش انا لما جيت انا راجل مش قانوني ما اقدرش احط بنود خاصه
بهذه اللائحه. انا جبت ناس زي ما بنقول قامات في القانون، المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق وحاجه يعني ما نقدرش نتكلم عليها، المستشار رجاء عطيه حاجه في القانون ايضا حاجه ما نقدرش نتكلم عليها، و و و يعني طبعا اللجنه اللي كانت موجوده طبعا بدون يعني مش عايز انسى اسامي، ولكن يعني دول غايه في التمكن في القانون. فبالتالي لما نيجي نحط احنا كجمعيه عموميه ايه اللي دورنا ان احنا نناقش هذه هذه اللائحه ونقول احنا عايزينها ولا مش عايزينها، ولكن في جزء يا مجلس اداره مش حابينه عايزين نغيره عايزين، ولكن طبعا اما نيجي نقول ان احنا لازم نبقى موجودين وانتوا بتحطوا هذه اللائحه والبنود، اعتقد انها كانت هتاخد وقت طويل وانت كمان مناقشه و و و واحنا كمان مش متمكنين في حته القانون وحته اللوائح. يمكن ايضا من البنود اللي بيتكلم الصحفي عليها وبند المؤهل، بالرغم من ان بيقولوا يعني دفع او بيقول الصحفي من خلال طبعا الجريده ان اصحاب الغير مؤهل او المؤهل المتوسط دفعوا فرق الفلوس اللي دفعوا اللي هو المفروض ان هو ما عندوش مؤهل فبيدفع فلوس اكتر عن اللي هو ما بيدفعش فلوس اكتر اللي هو اللي واخد مؤهل او بكالوريوس او 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 او. طب انا عايز اتكلم ان النقطه هنا الفاصله ان ده بيبقى ليه حق الترشح في اللائحه الخاصه بالنادي الاهلي حاليا اللي هو اللي عنده مؤهل، اما اللي ما عندوش مؤهل ما بيبقوش ليه حق الترشح. فبالتالي انت دفع الفلوس ده هل هو ده اللي بيخليك انت كواحد انا عايز اقول ايه ان هو مؤهل متوسط مؤهل مفيش مؤهل ان انت من حقك ان انت تخش انتخابات؟ انا بشوف ان اما يبقى رئيس نادي من غير مؤهل او مؤهل متوسط وجنبه عضو مجلس اداره معاه دكتوراه معاه ماجستير معاه او متخصص في اداره الرياضيه ومتخصص في الاداره بشكل عام، اعتقد الامور بتبقى صعبه في حته الاداره او اقتناعي براي رئيس النادي مثلا في حاله ان هو لو قال رايه وهو انا شايف ان هو غير مؤهل علميا بهذه الجزئيه. ايضا كعضو مجلس اداره دي برضو الثقه اللي موجوده من الجمعيه العموميه لهذا الرجل ممكن تبقى مهزوزه شويه. فبالتالي احنا دايما بنتكلم في حته العلم وان احنا عمرنا ما هنتقدم من غير علم، ودائما النادي الاهلي هو القاطره الموجوده لتقدم الرياضه في مصر، فبالتالي لازم تديره بشكل علمي بشكل مميز، هو ده اللي احنا بنتكلم عليه في مصر والرياضه المصريه. بدون لازم يبقى في خبرات ولازم يبقى في الوقت نفسه يبقى فيه علم. دايما احنا كده لما يبقى انت لعيب كوره عايز تشتغل مذيع او لعيب كوره وعايز تبقى اداري، لازم تخش بعد لعبك لكره القدم وخبراتك فيها انك تبقى اداري من خلال دراستك لهذه الجزئيه جزئيه الاداره. ايضا لما تكون عايز تشتغل في التدريب بتخش وتروح تاخد كورسات ودراسات خاصه بهذه الجزئيه. ايضا تقليص عدد اعضاء المجلس لتسعه اعضاء فقط منهم رئيس ونائب وامين صندوق واربع اعضاء فوق السن وعضوين تحت السن. يمكن تسعه اعضاء انا يعني خلاص مجلس اداره شايف ان لو كل ما تتسع او يزيد عدد الاعضاء بتبقى مناقشه الامور الخاصه بالنادي صعبه، كل واحد بياخد له مثلا ساعتين في مناقشه معينه، ولكن تسعه اعضاء اعتقد انها مناسبه مش وحشه مش قليله ولا كتيره. ولكن المشكله انا بقى اللي معترض عليها كمحمد فاروق عضو الجمعيه العموميه داخل النادي الاهلي هو اثنين فقط تحت السن. احنا دايما بنطالب يمكن الرئيس عبد الفتاح السيسي بيطالب دايما بالشباب يبقوا موجودين بشكل كبير، ودي ممكن نناقشها بعد كده على فكره لو احنا قلنا وافقنا على هذه اللائحه ان احنا نقول نزود عدد الاعضاء الشباب اللي تحت السن، ان احنا محتاجين شباب في الفتره القادمه تكون في كوادر اداريه. الواحد سعيد جدا باستاذ مروان هشام ايضا مهند مجدي ايضا استاذ محمد جمال هليل من شاب صغير لكن طبعا حسين، كل ده احنا محتاجينه يبقى عدد زياده، هو ده اللي احنا بنطالب بيه. دي انا حاجه انا معترض عليها اهو وانا متفق مع اللي بيطالبوا بالجزئيه دي. يمكن الماده العاشره الخاصه بمنح مجلس الاداره حق انشاء مؤسسات او انشاء شركات مساهمه دون الرجوع للجمعيه العموميه. طيب ما هو انا انت حطيتني في الجزئيه هنا او حطيتني في مسؤوليه موجود كمجلس اداره وان انا موجود كعضو موجود كرئيس ان انا ادير النادي بشكل مميز، اقدر اجيب اعمل مؤسسات او شركات تقدر تجيب ربح للنادي وتقدر تشتغل من غير اي مشاكل ماديه تقدر تشتغل عليها، وخاصه كره القدم، خصوصا ان كره القدم في الفتره القادمه انت هتتحول من خلال فرق او
انديه مش محترفه لانديه محترفه، او دوري محترف مش محترف لانديه اللي دوري محترفين. فبالتالي انت محتاج انك تكون شركه خاصه بكره القدم، تكون شركه خاصه شركات وتقدر تستثمر في اشياء اخرى خاصه بالنادي الاهلي باسم مؤسسه للنادي الاهلي او شركه باسم النادي الاهلي. كل ده مهم جدا دون الرجوع طبعا ل الخاصة بجمعية عمومية. وأنا لو كل شركة هاجي أفتحها هعمل جمعية عمومية خاصة بالنادي الأهلي وأجيب الجمعية العمومية وأقول لهم إيه رأيكم أفتح الشركة دي ولا لأ، يبقى كده الموضوع هيبقى صعب جدا. فبالتالي ده جزء من اللي كان كتبه هذا الصحفي أو الصحفي الخاص ببعض البنود اللي ممكن بعض أعضاء مجلس الإدارة اللي بيتكلموا مش عايزينها أو بيعترضوا عليها. فدي جزئية من اللي أنا قريته النهاردة كنت حابب بس أرد عليه، لأن حاجة مهمة جدا إن احنا نفهم ما داخل هذه اللائحة وما هو الإفادة من هذه البنود. زي ما بقول لكم قامات كبيرة جدا داخل النادي أو هي اللي عملت هذه اللائحة الداخلية الخاصة بالنادي الأهلي. أكيد كل حاجة كانت محسوبة بالظبط، كل حاجة كانت بتشوف الأهم والمصلحة العامة للنادي الأهلي في الفترة اللي جاية. أيضا يمكن لو اتكلمنا عن الفترة اللي فاتت والإنشاءات اللي حصلت داخل النادي الأهلي، يمكن لازم أعتقد كل فرد في الجمعية العمومية سواء مع المهندس محمود طاهر في الانتخابات القادمة أو مع أي حد ممكن ينزل في الانتخابات القادمة هو شايف الشكل اتغير إزاي. الطفرة اللي حصلت داخل نادي الأهلي الجزيرة، نادي الأهلي فرع الشيخ زايد، مدينة نصر، الفرع الرابع إن شاء الله اللي هيكون في التجمع الخامس أمامنا على الشاشة، يعني الجزئية دي أيضا يعني حاجات مميزة جدا. مبنى الاسكواش اللي كان ممكن إلى حد ما فترة طويلة ما كانش ابتدى الشغل فيه، كان الى حد كبير كان ما كنا بعيد ان احنا كنا متخيلين ان هو مش هيخلص خالص، لكن طبعا من خلال المجلس الحالي اعتقد ان تم الانتهاء منه ونستفاد منه. ملعب سكواش موجود، ملاعب سكواش موجوده، مبنى اداري موجود. عشان كده معايا استاذ محمد او المهندس محمد يحيى الاستشاري الهندسي للنادي الاهلي. باشمهندس ازي حضرتك؟ باشمهندس، باشمهندس محمد، الو. طيب يعني قبل ما يجي المهندس محمد يحيى طبعا اقول له يعني الفتره القادمه بالنسبه للنادي الاهلي والفتره السابقه للنادي الاهلي ايه، عمليه الانشاءات دي مشيت ازاي والشكل كان عامل ازاي. دي حاجه مهمه جدا، احنا كلنا سعداء على فكره لما تيجي تبص داخل النادي الاهلي وانت ماشي تنبسط، تبقى سعيد وانت قاعد كجمعيه عموميه. ايضا ما يعني عشان ما نبعدش عن حته الجمهور بعيد عن الجمعيه العموميه وبعيد عن النادي الاهلي، لا الجمهور بينبسط كمان بالبطولات. احنا ما زلنا الحمد لله واخدين بطوله الدوري واخدين الثنائيه وايضا بطوله الكاس الثنائيه، حاليا بنفكر في الدوري او كاس كاس افريقيا ابطال الدوري. ده ما زلنا حتى ماشي كمجلس او كماشي كنادي اهلي في الخطين بشكل متوازي، ودي حاجه مميزه جدا. لكن عايز اقول لكم ما زلت انا بتكلم في الانشاءات، انشاءات النادي الاهلي فرع الشيخ زايد واللي حصل فيه في الفتره السابقه اعتقد ان شيء مميز. المبنى الاجتماعي، حمام السباحه اللي بيتعمل بشكل مميز وخلاص الانتهاء منه، الخدمات اللي موجوده لاعضاء فرع الشيخ زايد هناك، ايضا الخدمات اللي موجوده واتطورت بشكل كبير داخل الاهلي فرع الجزيره ومدينه نصر. كل حاجه انا يعني كواحد من اعضاء جمعيه عموميه بشوفها مميزه جدا، بغض النظر زي ما بقول لكم سواء بقى المجلس الحالي او المجلس السابق او المجلس القادم، هو حاجه مميزه جدا للنادي الاهلي احنا بنفتخر بيها بشكل مميز جدا. عشان كده يعني لازم اتكلم على جزء الانشاءات مع المهندس محمد يحيى الاستشاري الهندسي للنادي الاهلي. مساء الخير يا باشمهندس. تحياتي لحضرتك. يعني بتكلم على الانشاءات الخاصه بالنادي الاهلي في الفتره السابقه، وايضا الفتره اللي جايه اكيد في وضع هيبقى مختلف بالنسبه للانشاءات، خصوصا ان شاء الله لو في فرع الرابع ان شاء الله هيتم الدخول فيه او البدايه فيه بشكل كبير ان شاء الله. والله عايز اقول بصراحه منذ تولي المجلس الحالي برئاسه المهندس محمود طاهر المسؤوليه لا انا ولا المهندس معين مدير الاداره الهندسيه يعني ما بناخدش نفسنا، كل ما نخلص حاجه نلاقي في الخطه الانشائيه حاجات جديده، كل ما نقول عايزين نريح نلاقي حاجات جديده. اللي عايز اقوله في الفتره الاخرانيه ان في المبنى صالونات ومطاعم للاعضاء وحديقه كبيره بشاشه عرض كبيره
عدد من المكاتب يعلوها تراث كبير. ان شاء الله هيتم افتتاح المبنى دوت 1/11/2017. جميل جميل. بالنسبه لمدينه نصر احنا اخيرا باشمهندس يعني لو حضرتك سامعني الصوت بيقطع، يا ريت بس يعني لو حضرتك تقف في مكان يكون فيه شبكه. باشمهندس محمد. طيب يعني ما زلنا بتكلم في الجزئيه دي، يعني ما زلنا احنا بنشوف على الشاشه شكل النادي الاهلي. اكيد اللي اتربى جوه النادي الاهلي وشايف تطورات موجوده من سنه لسنه من مجلس لمجلس، بنشوف قد ايه احنا بنبقى سعداء بهذا التطور، وما زلنا ان شاء الله هنبقى سعداء من خلال شكل الانشاءات داخل النادي الاهلي. بنفكر طبعا ان احنا في يوم من الايام يبقى عندنا استاد يليق باسم النادي الاهلي في فرع الشيخ زايد او في 6 اكتوبر، دي حاجه من احلامنا. وانت ما بتنفعش ان انت تتحلم وبتبتدي تحط هدف قدامك وتبتدي تنفذه بشكل كبير، ده فرع الشيخ زايد امامنا يعني حاجه مميزه جدا. زي ما بقول لكم انت بتحط هدف قدامك، بتحط حلم قدامك وتبتدي تنفذه من خلال وجود الاول ارض تبقى موجوده، وبعد كده عندك الماده تقدر تشتغل عليها، بتوفر كل حاجه مميزه جدا لاعضاء النادي الاهلي او اعضاء الجمعيه للنادي الاهلي وايضا جماهير النادي الاهلي من خلال البطولات ومن خلال الانجازات اللي بتحصل. معايا الباشمهندس محمد يحيى مره اخرى. والباشمهندس انا اسف الخط قطع، لو هتكمل لنا طبعا. لا فيش مشكله يا فندم. في مدينه نصر تم افتتاح مؤخرا 5 ملاعب كره يد بعد التجديد، طبعا تجددوا على اعلى مستوى. برضه افتتحنا التراك للمشي للاعضاء، وجاري الان عمل مبنى غرف خلع ملابس لجميع الفرق الرياضيه. تمام. احنا السنه دي عملنا حاجه جديده، ان كل الغرف بقت مكيفه. تم تجديد الشبكه الخارجيه بالكامل، شبكه المرافق كلها. وكده نقدر نقول ان احنا عندنا مرسى مطروح رجعت جديده بنسبه 100% مع التعديلات اللي حصلت عليها، ان كل الغرف دلوقتي بقى فيها مكيفه، بقى فيها تلفزيون، بقى فيها تليفون، كان اوتيل بالظبط يعني. بنروحه، كان يمكن اول مره السنه دي اروحه انبسطت جدا منه، يعني عضو في النادي الاهلي من الستينيات. جميل. على اعلى مستوى يعني. جميل. بالنسبه للشيخ زايد كان عندنا زياره امبارح من مجلس اداره النادي الاهلي وال فقدوا اخر اعمال موجوده في الشيخ زايد، واحنا انتهينا في الشيخ زايد من اعمال. احنا بقى عندنا جيم رجال وجيم سيدات، الاجهزه على اعلى مستوى. عندنا صاله ايروبكس على اعلى مستوى، عندنا نادي صحي رجال ونادي صحي سيدات. كل نادي صحي بيحتوي على ساونا واثنين جاكوزي 6 افراد وغرفه بخار وغرفه تدليك. عندنا كوافير رجال كوافير سيدات. الحاجات دي كلها اتشافت من مجلس الاداره امبارح ومن اللواء 20 شمس، واحنا كنا جاهزين ان احنا نفتح على طول. يمكن كان اتفاق ان احنا نفتح بكره، هم فضلوا قالوا لا احنا نفتح بعد العيد علشان خاطر يكون كل القوة الإدارية والعمال يكونوا اتعينوا وبقت كل حاجة على أعلى مستوى. طيب باشمهندس اتفضل. إن شاء الله على نفس الميعاد على العيد هنفتح حديقة العائلات الجديدة دي حوالي 5 فدان. إذا أول مرة تحصل في مصر عندي عاملين مدينة مرور لتعليم الأطفال قواعد المرور وإن إزاي يحترموها. عاملين جراج للعجل وتراك عجل، الجراج ده بيفعل حوالي 1000 عجلة. دي تقريبا في الفترة اللي جاية دي كلها، دي كلها إن شاء الله على يعني تقريبا نقدر نقول في آخر شهر 10 كل الكلام ده هيبقى مفتوح في كل الفروع. الحاجة بس اللي ضايقتني كانت جدا امبارح، ان انا كنت قاعد مع ناس اصحابي لقيت واحد بيكلمني بيقول لي في احد البرامج بيقولوا ان المجلس السابق هو من قام باعمال جميع الانشاءات من ملاعب ومبنى اجتماعي وحدائق اطفال وحدائق العائلات في الشيخ زايد. طبعا الكلام ده مش مظبوط خالص، والكلام ده عالي تماما من الصحة. وعلى فكرة الكلام ده برضو اتصار حوالي من سنتين في نفس البرنامج، وكان البرنامج ده بيستضيف
مسؤول رياضي سابق وقالوا ان المجلس الحالي كل اللي عمله ان قص الشريط. طبعا لما اتقال الكلام ده في البرنامج ده انا تم استضافتي في احد البرامج المشهوره رياضيا، وورينا بالمستندات والصور وايه اللي احنا عملناه وايه اللي احنا استلمناه. حتى انا فاكر ان المذيع في الوقت دوت قال ان لو اي حد عايز يطلع يعمل مداخله ويقول كلام غير اللي اتقال دوت هو يعني بيرحب بكده يعني. طبعا ولا حد اتكلم وسنتين ما حدش اتكلم، معرفش الكلام ده ظهر مره ثانيه ليه، حاجه عجيبه جدا. الحقيقه ان احنا استلمنا الشيخ زايد اولا بدون مرافق، يعني ما كانش فيه كهرباء، ما كانش فيه غاز، ما كانش فيه صرف صحي عفانا، ما كانش فيه تليفونات. كل استلمناه في الشيخ زايد. هو الصور كمان بتوضح الامور اللي انت بتتكلم عليها، تشطيبه من الخارج فقط. ومن الداخل تشطيب بعض الحمامات وبعض الارضيات سيراميك، وكان سيراميك سيء جدا لدرجه ان احنا حطينا يعني غطينا السيراميك دوت، ولو اي حد عايز يشوفه ممكن نشيل الاتش بي ال ويشوف السيراميك الناس كانوا بيشتروه ازاي يعني. كان سيراميك سيء جدا. استلمنا كان في خزان مياه ارضي، في شبكات حريق وتغذيه وصرف صحي داخلي، وعدد ثلاثه غرف كهرباء. الباقي بقى كان صحراء جرداء. طبعا كان في، انا عايز اقول بس كان في مشاكل يعني يا باشمهندس وانت يعني بتتكلم معايا، احنا بنعرض فرع الشيخ زايد وهو صحراء موجوده قدامي، او يعني زي ما بنقول قبل وبعد. قبل وبعد طبعا الانشاءات اللي حصلت فيه. المهم ان احنا اللي عايز اقوله ان احنا اشتغلنا في الشيخ زايد يعني بجد، خلصنا اللي عايز اقوله احنا خلصناه. اولا خلصنا المبنى الاجتماعي بالكامل، تشطيب داخلي بالكامل، شبكات حريق وشبكات. طب سؤال يا باشمهندس معلش، انا لازم بس اوضح الجزئيه دي عشان نبقى المبنى الاجتماعي، انتوا او مجلس اداره المهندس محمود طاهر او مجلس اداره النادي الاهلي الحالي، كان موجود المبنى الاجتماعي اوريدي او ولا ما كانش موجود؟ لا كان موجود المبنى ومشطب من الخارج. تمام. لكن من الداخل كان يعني مشطب حاجات بسيطه قوي. تمام. واحنا كملنا ان هو كان اصلا معمول مش مبنى اجتماعي. هو اصلا كان مبنى اكاديمية. سكن للأكاديمية. تمام. احنا حولناه لمبنى اجتماعي. تمام. وعملنا بقى الملاعب والحدائق وحدائق لعب الأطفال كل الحاجات دي كلها خلصت، والجراشات. الكلام ده كله خلص في 6 شهور يعني. اللي عايز أقوله برضو يعني الحاجة اللي تحزن قوي، أنت كمان ممكن تستشهدوا بالأستاذ محمد سويلم اللي هو وكيل وزارة مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة. صحيح. الراجل ده جه عمل زيارة أول ما بدأنا التنفيذ في فرع الشيخ زايد، كان تقريبا منتصف 2014. بالظبط اللي أنا بقوله، الدنيا صحرا، مفيش حاجة تاني خالص. الراجل ده يعني لو تقدر تكلمه هتأكد برضه منه في المعلومة دي. أنا هحاول أوصله طبعا نتكلم في الجزئية دي، لأن طبعا مديرية الشباب والرياضة بتبقى بتعمل عملية تنفيذ. بقى ودي أنا سمعتها بنفسي في البرنامج دوت، إن المذيع بتاع البرنامج تهكم جامد جدا على النادي الأهلي والمجلس الحالي. في موضوعين مش عارف هو يعني ايه 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 سبب ان هو يقولهم يعني. الموضوع الاولاني قال ان مفيش ارض في التجمع الخامس. اللي عايز اقوله سعادتك، احنا النهارده دفعنا حوالي 45 مليون جنيه الدفعه المقدمه لارض التجمع الخامس. تمام. والاستاذ كامل زاهر جاري اعداد شيك ب 13 مليون مصاريف اداريه عشان ابتدي في التنفيذ. تم اعداد المخطط العام لفرع التجمع. جميل. تم الاتفاق مع الاستشاري. تم اعداد لوحه القرار الوزاري وهنقدم عليها في الفتره اللي جايه دي على طول. جميل. فين بقى مفيش ارض التجمع هنا؟ ازاي؟ هو الكلام من غير دي يعني دايما دوكيومنتس او زي ما بنقول مستندات. انت بتتكلم وخلاص مش عارف طبعا ايه التفاصيل، كل التفاصيل طبعا موجوده عند مجلس اداره النادي الاهلي، وزي ما انت بتقول كده حضرتك مدفوع 45 مليون جنيه، يعني حاجات كده كلام، ما هو لازم يتقال كلام زي كده طبعا. لازم. الحاجه الثانيه برضه اللي قالها في نفس الكلام، قال ان الباشمهندس محمود طاهر قد اعلن عن استاد النادي الاهلي في المؤتمر الاقتصادي سنه 2014 وحتى اليوم مفيش حاجه اتعملت. اللي عايز اقوله ومفيش ارض للاستاد كمان، يعني مفيش حاجه اتعملت فطلع مفيش ارض للاستاد. طيب يعني السؤال بقى وانت بتتكلم على ارض الاستاد، اتفضل موجوده. وان بعد المؤتمر الاقتصادي على طول واعلان المهندس محمود طاهر عن الاستاد الجديد، جت زياره وفد من 10 خبراء المان، وانا كنت معاهم في الموقع، ولفوا الموقع حته حته واختاروا مكان الاستاد اللي هو هيتعمل حوالي 40 فدان
اللي هو الاستاد الجديد بتاع وخطواته ايه يا باشمهندس فندم؟ الخطوات اللي ما بعد طبعا اختيار المكان دلوقتي، يعني حاليا احنا رايحين فين؟ احنا عملنا رسومات وجينا بقى بدانا نخاطب الجهات المعنيه عشان ناخد التراخيص. تمام. اكتشفنا ان مدينه الشيخ زايد اقصى ارتفاع فيها 6 متر. وبالتالي ما نقدرش نعمل استاد. فاللي حصل ايه؟ ان دلوقتي في يعني في مفاوضات على اعلى مستوى من المجلس الحالي والجهات المعنيه لحل المشكله ديت، وان شاء الله هتتحل وقريبا هنشوف هنسمع عن اخبار ساره. الحاجه الوحيده برضو اللي مش فاهمها من المذيع اللي في البرنامج دوت، ان انا يعني بقالي اولا المجلس دول الناس اصحابي كلهم من زمان، بقالي معاهم دلوقتي 4 سنين ان ديتيلز في الشغل. عمري ما سمعت واحد منهم او اي حد من الاداره قال المجلس الحالي عمل ايه؟ عمل كل حاجه وان هو اللي عمل النادي الاهلي ده كله، عمرها ما حصلت. ده هم كل كلامهم ان هي عباره عن اجيال بتسلم اجيال، حتى كان الشعار بتاعهم اللي هي تتواصل الاجيال ويستمر العطاء. صحيح. انا معاك في الحته دي. يعني انا مش فاهم ليه الهجوم الرهيب على الناس دي بتشتغل بهدوء ما بتعملش مشاكل، يعني لو حد غيرهم للامانه في مشاكل كتيره جدا كان ممكن يطلعوها. طبعا الكلام ده ما بيطلعش لان دي ناس محترمه جدا، ومش انا مش شايف اي سبب للهجوم عليهم. يعني الناس ما بتعملش اي مشكله. انا مش فاهم يا كابتن محمد يعني الواحد يعمل ايه اكتر من كده. طيب يعني انا بشكرك يا باشمهندس محمد، اكيد زي ما انت بتقول يعني في اوقات او انا وجود المهندس محمود طاهر ان في هجوم رهيب منذ بدايه توليهم هذه المسؤوليه، اعتقد زي ما بتقول انت يعني انت بتحاول تقدم الحاجه الجيده لاعضاء النادي الاهلي، بتقدم الحاجه الجيده لجماهير النادي الاهلي من خلال كره القدم، من خلال الالعاب الاخرى، انت بتعمل اللي عليك، ولكن طبعا ربنا هو دايما اللي موجود، دايما بيشوف انت بتجتهد وبتعمل ايه، واكيد ربنا هو اللي بيكافئك. ولكن طبعا الحاجه اللي ممكن فعلا زي ما انت بتتكلم وتضايق الواحد ان انت ما تشتغل غيرك بيحاول يكسر في شغلك او يكسر في اللي انت عملته او بيقلل منه، ولكن طبعا انت بتبقى عارف انت عامل ايه، ودايما الثقه بالنفس وجودك دايما باستمرار بثقتك بنفسك ان انت شغال بشكل مميز. وزي ما بقول انا ما بطبلش ولا بقول حاجه ما حصلتش، كل حاجه موجوده قدامنا على الشاشه من خلال طبعا قبل استلام مجلس اداره النادي الاهلي الحالي فرع الشيخ زايد، وما بعد طبعا الانشاءات اللي حصلت بعد استلامهم فرع الشيخ زايد. وما بقولش ان يمكن الوقت لم يسعف مجلس اداره النادي الاهلي السابق في استكمال هذه الانشاءات، فبالتالي استكمالا لدور المهندس محمود طاهر ومجلسه الموجود الحالي في انشاءات النادي الاهلي بقى فرع الشيخ زايد وتطويره، ايضا ان شاء الله فرع التجمع الخامس اللي تم دفع المبالغ الماليه الخاصه به ولهذا الفرع، ده هو ده اللي الدور اللي جاي للمهندس محمود طاهر، واللي ممكن يجي بعد كده مجلس تاني يكمل هذه المشروعات الخاصه بالنادي الاهلي، النادي الكبير الموجود في الوطن العربي، زي ما بقول قاطره موجوده، قاطره رياضيه بتطلع لنا ابطال، بتطلع لنا فرق قويه جدا بتوصل للعالميه بالنادي الاهلي، بتوصل للوطن بالدول العربيه للعالميه، بتوصل بكل الابطال الموجوده حاليا واللي بتطلع من النادي الاهلي الى العالميه، هو ده اللي احنا بنتكلم فيه في الفتره القادمه، سواء بقى المهندس محمود طاهر موجود او 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 او، عشان بس نبقى موجودين وفاهمين احنا بنتكلم ازاي. زي ما بقول لكم ده فرع الشيخ زايد قبل وبعد استلام مجلس اداره النادي لهذا الفرع. ان شاء الله نشوف فرع التجمع الخامس، يعني برضو استنادا لهذا الكلام، ويمكن كان المهندس محمد يحيى بيتكلم على استلام هذا الفرع، ويمكن الاستاذ محمد سويله مديريه الشباب والرياضه بالقاهره كان اكيد متابع فرع الشيخ زايد ومتابع النادي الاهلي والانشاءات اللي حصلت فيه في الفتره السابقه من خلال طبعا وجوده في المسؤوليه. طبعا استاذ محمد سويله برحب بحضرتك معنا في قناه الاهلي. اشكرك جدا، وانا اللي بحييك وبحيي كل الموجودين في قناه الاهلي والجمهور المشاهدين اللي بيتفرجوا على القناه. تحياتي لحضرتك يا استاذ محمد، يمكن طبعا حضرتك بحكم مسؤوليتك ووجودك في مديريه شباب الرياضه كرئيس او مدير مديريه شباب الرياضه،
اكيد كل التفاصيل الخاصه بانشاءات النادي الاهلي بتيجي لحضرتك، يعني برضو الوضعيه يمكن اللي استلم فيها بقى مجلس اداره النادي الاهلي لفرع الشيخ زايد، اكيد حضرتك كنت متابع لهذا الوضع لهذا الفرع. تمام. بص حضرتك، هو اولا تحياتي للمهندس محمد يحيى. هو كان معايا على التليفون وقفل للاسف. يا فندم، راجل محترم ومحب للاهلي، ويمكن كان لينا زيارات لمقر الشيخ زايد اكثر من 3-4 زيارات مع بعض. جميل. قبل الافتتاح اللي شرفنا فيه بدوله رئيس الوزراء اللي حضره. جميل. وتحياتي برضو للعظيم المهندس حسين صبور، الراجل اللي عمل التصميمات بتاعت المقر او فرع النادي في الشيخ زايد. جميل. بص يا فندم، باختصار شديد جدا، انا عصرت مشكله فرع النادي في 6 اكتوبر والارض اللي اتسحبت، وبعدين الارض البديله بتاعت الشيخ زايد، وبعدين بنى السور وبعض المنشات الخفيفه اللي تمت مع المجلس السابق بسالة الكابتن حسن حمدي. وانا كان ليا اقتراح مع مجلس الاداره اللي موجود حاليا ان احنا نروح ونزور المقر الجديد بتاع الشيخ زايد قبل اي شغل مكان يتعمل، وان احنا ندعو لمؤتمر صحفي هناك علشان نشجع سكان زايد واكتوبر ان هم يجوا يشاركوا في النادي. والحمد لله يمكن انا كان ليا صاحب هذا الاقتراح، وكانت النتائج الحمد لله اللي احنا شايفينها دلوقتي. محدش ابدا يقدر يغير تاريخ او ينكر واقع، الناس بتكمل بعض، صحيح ناس بتبدا وناس بتستلم منها وتكمل، لكن الكم الاكبر والاهم من الانشاءات اللي تمت من 2014. تمام. من بعد 2014 كمان، ولغايه ما وصلنا للمستوى اللي احنا شايفينه، وما زال النادي فرع الشيخ زايد محتاج استكمال باقي المنشآت. الوزاره عندنا ساهمت ودفعت في الشيخ زايد، في حمام السباحه وفي بعض الملاعب، ويمكن كنا اسندنا للانتاج الحربي واشتغل، والحمد لله صرفنا له فلوس، وكان في متابعه لصيقه يوميه من مجلس الاداره للاعمال دي والفلوس بتاعتها. ف مجهود محترم من مجلس الاداره الحالي يجب ان يتم شكرهم عليه. طبعا مش احنا نقول ان ما حصلش حاجه، ده احنا لازم نقول، يعني كلام حضرتك شاهد على هذه الامور اللي حدثت في فرع الشيخ زايد. محدش يقدر يغير تاريخ ولا حد يقدر يسلب حد انجازاته ولا ينفذ انجازات حد لنفسه. الكلام الناس عندها وعي كبير جدا طبعا، وزي ما المجلس السابق ليه انجازات واللي قبليه ليه انجازات وليه انجازات، وده على فكره سمه مجالس اداره النادي الاهلي طبعا، اللي تبقى بالقوه دي وبالوعي ده. طيب. لكن الشغل ده شغل مجلس المهندس محمود طاهر، ودي كلمه حق لازم. طيب استاذ محمد، يعني سؤال لحضرتك، هو كان في فعلا تهديد لسحب ارض النادي من النادي الاهلي؟ طبعا. فرع طبعا كانت جايه مناقضه، ان كان الـ الجهاز مدينه اكتوبر كان عايز يسحب الارض، وانا بعت للنادي اكتر من مره كده، لكن هو للاسف يعني برضو الارض بتاعت اكتوبر اللي استخدمت لمنفعه عامه والغرض ثاني وكلام زي كده، وقوه الاهلي والوضع، وتم تعويض الاهلي بالارض دي، وانا على الراي الشخصي ان دي افضل. فالحمد لله يعني انت في انديه ثانيه تجاهد عشان تعمل فرع، والظروف اختلفت والاسعار اختلفت طبعا. فالحمد لله. طبعا. استاذ محمد، يمكن انا مش سامع حضرتك، لكن بشكرك، يعني اكيد مداخلتك مهمه جدا لتوضيح امور. المهندس محمد يحيى الاستشاري الخاص بالنادي الاهلي قالها، ويمكن كان طلب كمان ان حضرتك تبقى موجود عشان تقول او تبقى شاهد على هذه الجزئيه، بما ان حضرتك كنت في او ما زلت في المسؤوليه في مديريه شباب والرياضه كمدير لهذه المديريه. يعني اخيرا، يعني الكلام واضح وباين جدا من خلال المجهود اللي بيعمله مجلس اداره النادي لاعضاء جمعيه عموميه للنادي الاهلي، سواء بقى بالفروع الثلاثه والفرع الرابع ان شاء الله، وايضا
بطوله او البطولات اللي احنا مشتركين فيها من خلال الجماهير بقى، المجهود اللي بيتعمل لجماهير النادي الاهلي الخاص بالبطولات، سواء بقى بطولات جماعيه او بطولات فرديه، البطولات الجماعيه الخاصه بفريق الكره او سله طايره يد. شايفين ما شاء الله النادي الاهلي السنه دي حصد جميع بطولاته سواء بقى افريقيه او محليه، ولكن يعني ده مجهود لازم ما نبخس حق هذا المجلس بغض النظر بقى ايه اللي ممكن يحصل في الفتره اللي جايه، ولكن لازم نقول المجهود اللي حصل، نقول ايه وصلوا لايه، الانجازات اللي حصلت ليهم، لان ده فعلا زي ما بيقول الاستاذ محمد سويلم على الانشاءات ده تاريخ، ايضا البطولات ده تاريخ، ان في عهد كذا 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 مجلس كذا كذا حصل النادي الاهلي على بطولات بشكل مميز. خليني اقول لكم قبل ما اروح استقبل ضيفي اللواء محمود علام وايضا مدير يعني استاذ سمير عبد ربه، طبعا اللواء محمود علام مدير عام النادي الاهلي سابقا، وكان واحد من الناس اللي كانوا مشاهدين في الفتره السابقه وعلى مجهود مجلس اداره النادي الحالي، وايضا مدير النشاط الرياضي استاذ سمير عبد ربه هيكون معايا بعد الفاصل. خليني اقول لكم ان ليه يعني انا كنت حاسس في البدايه وانا بقول الانترو ان في بعض الجهات او بعض التوجهات ضد النادي الاهلي، لما الاقي ان طبعا كل الاحترام لاعضاء مجلس او الجمعيه العموميه الخاصه بنادي هليوبلس اللي هم موجودين وراحوا وشاركوا في الجمعيه العموميه الخاصه بمناقشه اللائحه الداخليه والخاصه بيهم واللائحه الاسترشاديه، واللي تم يمكن من خلال هذه الجمعيه العموميه رفض اللائحه الاسترشاديه الخاصه باللجنه الاولمبيه. اللجنه الاولمبيه مطلعه زي ما بنقول تهنئه لنادي هليوبلس بالرغم ان نادي هليوبلس واعضاء الجمعيه العموميه رفضوا اللائحه الخاصه باللجنه الاولمبيه. طب انت بتهني ايه؟ بتهني على الديمقراطيه؟ طب ما النادي الاهلي عايز يعمل ديمقراطيه، النادي الاهلي عايز يساعد الجمعيه العموميه الخاصه بتاعته ويسهل لهم امورهم على يومين. ايه المشكله عندك؟ ايه المشكله؟ وان انت بتقول لهم ان يعني بتهني نادي هليوبلس على نجاح الجمعيه العموميه وفي اخر التهنئه بتقول ان مجلس ان الاكاديميه الاماميه ان استحقاقات قانون الرياضه الجديد من استقلاليه الهيئات وحقها في وضع لوائح نظامها الاساسي واقامه انتخابات مجالس ادارتها بدون تدخل من احد ستحقق بحسن استخدام الديمقراطيه. طب ما النادي عايز يعمل ديمقراطيه والحوكمه الرشيده وليس باستعراض القوى الجماهيريه للهيئات. ما هو النادي الاهلي عنده جماهير وعنده اعضاء جمعيه عموميه كبيره يعني تتعدى ال 150 الف عضو داخل النادي الاهلي. على فكره نادي هليوبلس الجمعيه العموميه الخاصه بيه جت 17 الف عضو، يعني النادي الاهلي قده يعني انت بتتكلم 150، النادي الاهلي مش قليل عليه ان الجمعيه العموميه بتاعته تيجي 12500، مش بعيد خالص، ولكن هو عايز يسهل الامور على الجمعيه العموميه الخاصه بيه وتبقى الامور سهله وبسيطه. لا مش يعني ما فيش حاجه او هدف تاني مختلف داخل دماغ او راس مجلس الاداره في ان هو غير ان هو يسهل الامور على الجمعيه العموميه. ده بس يعني عشان اقول ان انت بتهنئ وانت اصلا اترفضت اللائحه الاسترشاديه بتاعتك، فدي حاجه غريبه جدا، ولكن طبعا النادي الاهلي كبير ودايما النادي الاهلي دايما يعني بيحب اعضاء جمعيته العموميه، بيحب جمهوره، بيحب ان انت تبقى دايما سعيد من خلال تواجدك داخل النادي الاهلي من خلال بطولاته اللي دايما بتسعد مصر كلها على فكره مش جماهير النادي الاهلي. بعد الفاصل هيكون معايا اللواء محمود علام وايضا استاذ سمير عبد ربه مدير النشاط الرياضي. ارحب بحضراتكم مره ثانيه. اكيد يعني ان شاء الله الجمعيه العموميه اللي هتعقد الخاصه طبعا بمناقشه اللائحه الداخليه للنادي الاهلي يوم الجمعه والسبت القادمين، اكيد ان شاء الله ده تحدي لاعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي. ان شاء الله احنا عايزين يبقى اكبر عدد موجود، عايز تقول لا بس تبقى موجود عشان فعلا النادي الاهلي كبير باعضاء وجماهيره اللي موجوده دايما في كل مكان. انا عايز اقول لكم النادي الاهلي عمره ما بيتحدى قانون، ما بيتحداش عمره الدوله، بالعكس النادي الاهلي دايما رافع اسم دولتنا مصر بشكل كبير في كل حته. عشان كده كلام كتير لازم نتكلم فيه من خلال طبعا اللائحه الداخليه واليوم اللي جاي ان شاء الله، اليومين اللي جايين ايه اللي هيحصل مع اتنين من الشاهدين على تاريخ كبير داخل النادي الاهلي وجدران النادي الاهلي وداخل ادارات موجودة مرت على تاريخ النادي الأهلي، طبعا اللواء محمود علام المدير التنفيذي السابق للنادي الأهلي، وكان موجود يمكن اللي هو محمود علام مجلس المهندس حسن أستاذ حسن حمدي أو كابتن حسن حمدي، وأيضا المهندس محمود طاهر لفترة من الفترات، وأيضا الأستاذ كابتن سمير عبد ربه مدير النشاط الرياضي أيضا كان حاضر
لبعض الاوقات او اوقات كثيره من المجالس السابقه لاداره النادي الاهلي في وقت من الاوقات. مرحب بيك يا ست اللواء. اهلا بيك يا ست اللواء، منور قناه الاهلي. الله يخلي وجودك، ودايما قناه الاهلي هي بيتنا وهو المكان الوحيد اللي انا بفضل ان انا اطلع فيه واتكلم فيه عن اي حاجه تخص النادي الاهلي. منور يا فندم، ودايما بلبي دعوتها. اكيد منور. ايضا كابتن سمير، برحب بحضرتك يا كابتن سمير. اهلا بحضرتك، اهلا بيك، وانا سعداء بيك فعلا في قناه الاهلي، ان بحس الواحد في بيته. يعني أكيد. الواحد لو بعد عن النادي الاهلي زي ما بيبقى يعني ميه النيل بنفسها تقدر ما تقدرش تبعد عنها. احنا ما نقدرش نبعد عن النادي الاهلي. اكيد اكيد. فبحب الناس فعلا بتوع الاهلي ونادي النادي الاهلي اللي اخلصوا النادي الاهلي متواجدين في جميع الاماكن. اكيد احنا موجودين بنقول كل ما هو مظبوط، يعني ما بنروحش ولا يمين ولا شمال للحاجه المصلحه الخاصه بهذا الكيان الكبير. ست اللواء، خلينا، انا قلت النادي الاهلي عمره ما بيتحدى القانون ولا بيتحدى الدوله، لان في كلام ان النادي الاهلي بيتحدى الدوله وبيتحدى القانون، وان هو عايز يعمل اللي في دماغه او دماغ مجلس اداره وهو بيفكر بطريقه معينه. بيتحدى الدوله بشكل كبير. الحقيقه انا هاخد الخيط دوت، لان انا انزعجت في الفتره اللي فاتت او الاسبوع اللي فات بالذات، ان في طالعه نغمه النادي الاهلي بيتحدى القانون وبيتحدى الدوله وبيتحدى هيبه الدوله، والكلام ده طبعا بعيد عن الحقيقه تماما. النادي الاهلي طول عمره على مدار تاريخه اكثر الانديه التزاما بالقانون ولوائحه، اكثر الانديه داعما للدوله ومؤسساتها والمحافظه على هيبه الدوله، ويشهد بذلك جميع مؤسسات الدوله سواء كانت المؤسسات السيادية أو مؤسسة الشرطة أو الإعلام. لكن الـ أبسط حقوق النادي الأهلي بيطالب بيها اللي هو انعقاد الجمعية العمومية لإبداء الرأي في مستقبل النادي، في لائحة استرشادية اتحطت من الجهة الإدارية أو الله أعلم اللجنة الأولمبية. و أنا بستشهد بأن بسوء اللائحة الاسترشادية بحاجتين ظاهرين عندنا دلوقتي. أولا السيد المهندس فرج عامر قمة وقامة ورئيس لجنة الرياضة في مجلس الشعب، وهي الجهة اللي هي ناقشت القانون وعرضته على مجلس الشعب لإقراره، هو النهاردة يستجير بالجمعية العمومية لنادي سموحة انها تجتمع عشان تنقذ النادي من اللائحة الاسترشادية. الحاجة الثانية، نادي هليوبلس، السيد رئيس مجلس الوزراء المصري عضو في نادي هليوبلس وراح علشان يقر لائحة نادي هليوبلس. المهندس خالد عبد العزيز معاه عضو برضه، والمهندس خالد عبد العزيز راح، وكل الوزراء يعني نص وزراء مصر. بس المهندس خالد عبد العزيز رفض اللائحه الاسترشاديه. هم 30 واحد اللي رفضوا اللائحه في نادي هليوبلس. انا لا اعتقد ان المهندس خالد عبد العزيز واحد منهم. انا اعتقد ان هو كعضو في نادي هليوبلس وعضو قديم ومخلص لنادي، انا ما اعتقدش ان هو رفض لائحه النادي. اعتقد ان هم من المؤيدين للائحة النادي. وبهذه المناسبة أنا بأشكر الجمعية العمومية لنادي هليوبلس، دي تعتبر فخر طبعاً للأندية المصرية إنها حضرت بهذه الكثافة العالية التي تفوق يعني أكثر من 3 أضعاف العدد اللي هو كان المفروض يجي. صحيح، تقريبا 7000 مفروض. هم 7500. 7000. وطبعا حصلت مجاملة أو ما أعرفش يعني اتعملت في نادي هليوبلس، انا ما اعرفش يعني. انا الموضوع دوت عايز الجهه الاداريه ترد علينا فيه، ان هي حسبت اعضاء نادي هليوبلس اللي هم مسددين الاشتراك في قبل 15 يوم من انعقاد الجمعيه. تمام. وطلع ان هم 50,000، فقالوا ان تبقى ده ننزل النصاب ل 5,000. طب ده ما اتعملش ليه لبقيه الانديه؟ ما اتعملش ليه النادي الاهلي؟ النادي الاهلي عنده 140,000 عضو. اللي ده مسددين الاشتراك يمكن 90,000. تنزل كانت من 12,500 يمكن تنزل 10. ما تعملش ليه هذا الموضوع مع النادي الاهلي؟ مش فاهم يعني. لكن انا برفع قبعه لنادي هليوبلس والجمعيه العموميه، واتمنى ان هذه الكثافه اللي حصلت تحصل عندنا في النادي الاهلي يوم 25
يوم الجمعة 25 في مدينة نصر، ويوم السبت 26 في فرع الجزيرة. وكمان نادي الجزيرة الشقيق نادي الأهلي برضو عندهم جمعية عمومية يوم 29. نتمنى ان دول ناديين من اكبر الأندية في مصر، من اقدم الأندية. نادي الجزيرة اقدم من نادي الأهلي اجتماعيا، ولازم الجمعيتين العموميه دولت يكون عينينا عليهم في الفتره اللي جايه. يمكن حضرتك اتكلمت على جزئيه النصاب القانوني وعدد عدد المشترك الدفع والاشتراك، ايضا حاجه خاصه ايضا بالجزئيه دي في مديريه الشباب والرياضه بالجيزه. ان عملوا ان يبقى عفو اي واحد ممكن ما يحضرش جمعيه عموميه من الغرامه عشان يشجعوا ناس ما تجيش. ما مش مشكله، لكن الغيره بتاعه اعضاء الجمعيه العموميه ده مستقبل النادي الاهلي. الناس مش هتفكر في غرامه ومش غرامه، مش هتفكر في مشوار، في تعب، في ارهاق. عشان كده ده تحدي يا سياده اللواء للجمعيه العموميه. النادي الاهلي يعني برضه عشان اوضح للساده المشاهدين، النادي الاهلي لما بيعمل الجمعيه العموميه في مقرين في يومين متتاليين، مش معقول 12500 هيجوا في كام؟ مش هنقول 12500 عربيه، في 10000، في 7000 عربيه. 7000 عربيه لما يجوا عند الاوبرا علشان يدلوا باصواتهم، ما افتكرش يعني في امن في الدنيا هيقدر ينظم مرور ولا انتظار ل 7000 عربيه في مساحه 200 متر. صحيح. ده استحاله. هيقولوا ايام الانتخابات والجمعيه العموميه والانتخابات مشكله ايام الانتخابات في النادي الاهلي كان بيجي 18000. مشكله للامن في الظروف الحاليه ما ينفعش. كان هم لازم يساعدوا النادي الاهلي، ده يقولوا له لا ده مش ما بتعملها في مقرير ممكن، وليه ما تعملش كمان لجنه في الشيخ زايد؟ يعني عشان يسهلوا على الناس. احنا بنصعبها ليه؟ صحيح. يعني واحنا اعداء بعض؟ لا طبعا، احنا بنصعبها ليه على بعض؟ وبعدين يقول لك طب ما تعملها في المقرين في يوم واحد، ما تنفعش اداريا تتعمل في وقت واحد. لان الكشوفات اللي هتتحط في مدينه نصر يوم الجمعه لازم تتقفل وتتشمع وتروح الجزيره ثاني يوم علشان تستكمل هناك عمليه الفرز. لا، عمليه التوقيع. التوقيع لان ما ينفعش لو انا هروح مثلا يوم الجمعه في مدينه نصر وبرضه في لجنه في يوم الجمعه في الجزيره، ممكن اروح اصوت ثاني في الجزيره، ما ينفعش. صحيح. فلازم الكشوفات اللي هي اتحطت في يوم الجمعه لازم تتنقل بنفسها ليوم السبت، لان مش معقول احنا لغايه النهارده بندي التصويت اليدوي زي قناه 19. العالم اتطور دلوقتي، في حاجه اسمها كمبيوتر، في حاجات بتتعمل آلي بتدي صوتك آليا وتتفرز اوتوماتيك وكل حاجه. صحيح. فالنادي الاهلي انا متوقع ان خلال الفتره الجايه، مش الانتخابات اللي جايه، هتبقى كمبيوترايز، هتتعمل وهتبقى تسهل على الناس. ده مهم. ان هي دي مش ممكن مهم. ناس بتجتمع في خيمه في عز الولعه دي، الحر ده. صحيح. حاجه يعني ست اللواء، انا هرجع لحضرتك ويعني رايك في موقف وزاره الشباب والرياضه واللجنه الاولمبيه من الجزئيه دي. يمكن بعض المشاكل موجوده شافها النادي الاهلي من خلال اللائحه الاسترشاديه، وحاول يعدلها بشكل كبير في لائحته الداخليه. كابتن سمير، خليني اسالك، دايما النادي الاهلي لما يكون في تحدي او الجمعيه العموميه بيبقى في تحدي خاص بالنادي الاهلي، دايما بتلاقيهم ايد واحده، وده اللي انا اتوقعه ان شاء الله في 25 و26 جمعه وسبت القادمين بالنسبه للجمعيه العموميه الخاصه بالنادي الاهلي. انا مبدا الاول عايز اوضح ما الفرق بين القانون واللائحه. اتفضل. قانون الدوله. تمام. وضعت لي قانون، صدقت عليه مجلس الشعب ورئيس الجمهوريه صدق عليه. حق عليك تمشي هذا القانون على جميع انديه مصر كلها. انا بتحرك جوه النادي بنفسي بلائحتي. اللائحه دي اللي هي بتنظيم العمل داخل النادي. تمام. ليه تجبرني تحط لائحه من عندك؟ انت شرفنك انت امكانيتي ايه؟ فكل نادي بامكانياته لازم يوضع لائحته. يعني عمرنا ما شفنا النادي الاهلي بحجمه اي نادي كان اعضائه وبطولاته يعني والاحتياجات اللي هي خاصه بيه النادي الاهلي بانديه ثانيه. قول النادي الاهلي ممكن يوضع كل حاجه عنده. حسب امكانياته، وفي نادي صغير حسب امكانياته. صحيح. ليه تحط لي لائحه استرشاديه بهذا الشكل؟ زي ما اكون انا مثلا جاهل في النادي ما عنديش فكره. نادي الاهلي كبير يا جماعه، النادي الاهلي كبير بابنائه. نادي الاهلي اول من عمل لوائح للانديه مصر كلها. النشاط الرياضي، ما عملنا لائحه النشاط الرياضي جميع انديه مصر مشيت عليها، وانديه الدول العربيه مشيت عليها. النادي الاهلي كبير بابنائه، النادي الاهلي يعني ليه تفقدني الشخصيه دي كده ليه؟ وبعدين احنا زي ما قال اللي هو محمود،
المساحه اللي موجوده في مركز في نادي الجزيره، في موقع النادي في الجزيره حاليا زحمه جدا. انت ما بتعرفش تركن دلوقتي بعربيتك. انا بروح النادي ما بعرفش اركن بعربيتي يعني بروح فيها. فليه تخنقني؟ انا جه مجلس اداره مشكورا عمل يومين عشان يخف على الناس اللي انا ساكن مثلا في مصر الجديده، اروح مدينه نصر، انا ساكن ناحيه الزمالك، اروح في الجزيره، انا ساكن في الدقهروح في الجزيره. يعني كل واحد يروح للاماكن بتاعت. انت بتسهل العمليه، ليه تزعل ليه وترفض ليه؟ انا بعمل حاجه لخدمه الاعضاء وبريحك انت منها، مش عارف ليه التعنت. اليوبلس جاله جواب من مدير الشباب والرياضه، راح للجنه الاولمبيه وقال له الحضور الجمعيه العضو العامل المسدد للاشتراك السنوي. كلمه حاجه المسدد للاشتراك السنوي بتاعك مخط. الله، حكمت عليا ليه بالعدد ده اللي بتقول عليه 150,000 ولا 140,000 ايا كان واتفر هذا الموضوع على اعضاء النادي، لكن المسدد الاشتراك كام؟ ممكن يطلع 70,000 80,000. صحيح. لو دخلت على النادي الاهلي حاليا وحصرت المسددين الاشتراك السنوي ممكن ما يطلعوش العدد بالكامل، يطلعوا 70 80. صحيح. يعني في الحاله دي 10% توصل ل 7,000. طب انت عملت لهيلوبيس كده، هو في ليه تفرقه؟ تبعت لهيلوبيس جواب انت كجاء اداريه مدير الشباب والرياضه للجنه الاولمبيه. اللي قدام حضرتك ده يعني ده من وزاره الرياضه لنادي اليوبلس اللي حضرتك بتتكلم عنه. طيب راح لفين؟ راح لفين؟ راح للبتاع دي قبلها باسبوعين يا ست اللواء. ده راح لسه من ايام. من ايام. فراح من ايام اهو موجود محمد ده سويلم ده 16/8. مدير الشباب الرياضه. الشباب الرياضه مديريه الشباب الرياضه. انت بعت 16/8 ده الاسبوع اللي فات. الاسبوع اللي فات. لا ده زي النهارده. بعت لليوبلس بهذا الشكل يوم الاربعاء اللي فات. ليه ما بعتش للنادي الاهلي؟ بعت لجنه من عندك من مدير الشباب الرياضه بتشوف النادي الاهلي عددهم كام؟ ايوه المسددين الاشتراك. كان هيقل العدد جامد. ففي شائبه او في حاجات موجوده ما تعرفش بيعملوا ايه في النادي الاهلي. وبعدين انا بقى بزعل من حاجه، انا بزعل، انا راجل ابن النادي الاهلي متربي في النادي الاهلي، بزعل من حاجه. الناس بتاكل في بعض ليه دلوقتي؟ انا مش عايز اعيب في اي مجلس اداره. كل مجلس اداره ليه مهمه بيشتغلها طبعا، ويجي مجلس اداره الثاني بيكمل، كلهم بيكملوا بعض. مدير نشاط رياضي بيمشي، مدير نشاط رياضي بيجي مكانه، مدير نادي بيجي مكانه. طول عمر النادي الاهلي كده، عمرنا ما عيبنا في حد ابدا. معرفش الايام دي موجوده الناس بتنش بعض. ومن الاسف في ناس بيشجعوهم على هذا الكلام. اللي بيشجعوهم في ايه؟ ان يهب في كذا. النادي الاهلي قامه كبيره يا جماعه. اما قالوا النادي الاهلي فوق الجميع، انا عايز اقول بس نقطه، هو مش فوق رؤوس الجميع. طب انت ايه رايك حضرتك؟ فوق رغبات الجميع. كابتن سمير، رايك في جزئيه الاعلام الحاليه الخاصه ب دايما الهجوم دلوقتي على النادي الاهلي بهذه الجزئيه، بتشوفها ايه؟ بتشوفها ازاي؟ لا مسوق متوجه. توجيه. متوجه. عمليه توجيه. توجيه طبعا. مصالح. طبعا. هو الحاجه العمليه التوجيه دي مش خاصه بمصلحه الكيان ده، هو بمصالح شخصيه. مصالح اكيد شخصية. ما عارف شخصيه. بص انا متوجه يبقى في مصلحه شخصيه. مصلحه شخصيه في حاجه ما نفهمهاش. لكن عمر النادي الاهلي، النادي الاهلي كبير بكيانه. النادي الاهلي ياما عمل لوائح وعمل نظم حاجات للناس كلها. أيوة. ياما نظم بطولات ونظم بطولات عربيه وافريقيه وبطوله العالم كره اليد نظمها في النادي الاهلي. النادي الاهلي يا جماعه كبير. كيان كبير. القامات اللي جت وعملت هذه البنود دي قامات كبيره جدا في القانون. طبعا. لا ده انا عايز برضو انا اخد الخيط دوت. اللائحه انا شاهد على اللائحه دي. اللائحه دي مش اللي حطاها مجلس محمود طه. دي اتعملت من ايام مجلس الكابتن حسن حمدي، كان بيشرف عليها سياده المستشار محمود فهمي ربنا يديله الصحه طول العمر، وكان معاه الاستاذ العمري فاروق، وكان معاه الدكتور محمد فضل الله. صح. وكانوا عملوا الاساس بتاع اللائحه دي، وجه المجلس الحالي طور فيه. فيعني كملوا بعض طبعا، الزمن غير الزمن. اللائحه دي ما كانت اتعملت، كانت اتعملت في 2012 طبعا، ل 2017 جدد في الامور فجاء المستشار رجاء عطيه وعدل في حاجات وطور في حاجات، وبرده السيد المستشار عبد المجيد محمود طبعا ورجعوا مع المستشار رجاء عطيه واقرت لغايه ما طلعت اللائحه بصورتها الحاليه. فاللي عايز اقوله ان دي مكمله لمجلس الكابتن حسن حمدي، المجلس مهندس محمود طاهر عمل. دلوقتي في نغمه بيقول لك لا واحنا نستنى الانتخابات ولما يجي المجلس الجديد يبقى هو يعمل اللائحه.
طب وايه دي اللائحه دي؟ هيجي مجلس جديد ايه غير المجلس السابق والمجلس الحالي؟ هيجي ناس من القمر؟ واخد بال حضرتك؟ ما هي اللائحه ديت اللي عشان تقرها عايزه 12500. قرها دلوقتي يا سيدي، لان في جوه اللائحه عشان تغير اللائحه دي ب 4000. يبقى الاسهل لك ايه؟ ماشي، انك انت تعمل لائحه وتاخد موافقه 12500، ولا تعدل اللائحه دي ب 4000. ده اللي بوضحه للساده اعضاء الجمعيه العموميه. طيب سياده اللواء، انت يمكن قريتها. ايوه، يعني انا كنت بتكلم في الانترو بتاعي عن ان بعض الصحفيين كتبوا ان بعض اعضاء الجمعيه العموميه مش مستريحين لبعض البنود. انت حضرتك كواحد من الناس او الاعضاء الجمعيه العموميه الخاصه بالنادي الاهلي، ويهمك طبعا مصلحه النادي، ويهمك بعض الامور الخاصه باللائحه تبقى موجوده وبشكل، فيها اي مشاكل ممكن حضرتك تكون شفتها وحاليا في الفتره الجايه يبقى في تعديل بعد؟ انا مش شايف فيها اي حاجه، لكن البشر ليهم وجهات نظر وكل واحد ليه رايه، اهلا وسهلا غير فيها يا سيدي. لكن اللائحه البديل ايه؟ ان اللائحه الاسترشاديه انت ليس لك عليها كنترول، واخد بال حضرتك، وان اللجنه الاولمبيه تقدر تعدل فيها زي ما هي عايزه. ده بقى مش بجمعيه عموميه و12000، لا ده هو بنفسه من غير ما يرجع لك يغير، ويعني هو بيدير النادي من استاد القاهره في مدينه نصر. اصبح النادي الاهلي سيدار، بدل ما كان بيدار من 100 عقبه هيدار من استاد القاهره في مدينه نصر. تمام. طب الموقف، يمكن كابتن سمير برضه خليك معايا في الجزئيه دي، وسياده اللواء، ليه الموقف ده موجود من اللجنه الاولمبيه ووزاره الرياضه بالتعنت الشديد في انا كنادي انا حر؟ انت قلت لي انت في جواب مع حضرتك بيقول للهيئات او الخاصه بالهيئات الرياضيه اللي هي الانديه اعمل ما يحلو لك في الخاص بمصلحتك انت كنادي. الجواب ليه التعامل بقى مع النادي الاهلي؟ الجواب عندي انا اهو من اللجنه الاولمبيه. مع حضرتك يا السيد رئيس مجلس اداره النادي الاهلي، موقع عليه من السيد المهندس هشام حطب رئيس اللجنه الاولمبيه المصريه. تمام. بيقول ايه؟ وتوضيحا وتيسيرا للاجراءات فيما يخص التسجيل والتصويت على اللائحه المقترحه من مجلس الاداره، يتم تطبيق القواعد التي يراها مجلس الاداره. بس فاصله، او القواعد الاتيه. يعني لو انت مش هتحط قواعد، اتبع القواعد الاتيه. اللي موجوده اوريدي. اللي هي تبدا مده التسجيل كذا، من 9 لـ 7، تصويت حضوريا، مفيش توكيلات، وحال اكتساب اكتمال النصاب القانوني يبدا فرز البطاقات. ما فيهاش حاجه قال لك في يوم واحد ولا في مقر واحد ولا في الكلام ده. طب النادي خد اجراءاته طبقا لما يراه تسهيلا لاعضاء جمعيته العموميه واكتمالها. بدل يوم عملها على يومين، بدل في مكان واحد شرق القاهره وغرب القاهره. واخد بال حضرتك، عمل واحد في الشرق وواحد في الغرب. طب ايه المشكله؟ عملها في يومين اجازه، يوم الجمعه ويوم السبت. محافظه واحده يعني. محافظه واحده. واخد بال حضرتك؟ مع ان احنا الاهلي يعني هو فرق النيل عشان نبقى محافظه ثانيه. صحيح. واخد بال حضرتك؟ فيعني انا مش فاهم. وبعدين القانون ما فيهوش مقر او مقرين. وبعدين هم بيقول لك لا ما ينفعش الفرع، لا ده في جواب من الاستاذ محمد سويلم، وبالصدفه ان الجواب دوت في 21/6/2015 وموجه ليا انا كنت مدير التنفيذي السيد الاستاذ محمود علام القائم باعماله المدير التنفيذي للنادي الاهلي للرياضه البدنيه. بيقول في ايه؟ كان موضوع ان احنا عايزين نستحدث عضوية فرع في مدينة نصر، فقال لا، وخدنا قرار موافقة قرار جمعية، فقال لا، بعد الجواب بيقول ان الكلام ده مش مظبوط وده مخالف للوائح، وان فرع مدينة نصر ده مش فرع، ده مقر زي مقر النادي الاهلي بالجزيرة، وده يطبق عليه نفس قواعد النادي الاهلي بالجزيرة، ما هوش فرع، ده مقر رئيسي للنادي الاهلي.
نعم الناس بتنسى ست اللواء، الناس بتنسى لكن موجود وماضي عليه الاستاذ محمد محمود السويلم، واعتقد ان هو بيشوفنا ان هو كان متابع، هو كان وعامل مداخله كمان على المجلس الاداره الحالي كمان بشكل جيد جدا ماشي يعني واخد بالك، لكن هو ادي الجواب بتوقيع سيادته وموجود عندنا بهذا الخصوص. طيب. بالنسبه للجنه الاولمبيه كابتن سمير، ليه جزئيه، ليه انت بتشوف ان حاله التعنت ده موجود بالنسبه لهم هم كمان، وهل فعلا وزاره الرياضه ما زالت هي اللي بتدير وفي اتفاق في الجزئيه دي مع وزاره الرياضه، ولا ايه الوضع بالظبط ماشي ازاي مع اللجنه الاولمبيه؟ بس انا احب اوضح حاجه بالنسبه للاهلي مدينه نصر. اما اتعمل الاهلي مدينه نصر ما كانش في حاجه اسمها انديه فروع خالص. ما فيش لفظ انديه فروع. ما هو بعد كده هليوبلس عمله ما كانش في انديه فروع وغيره وغيره، كان اسمه ايه؟ الصيد عمل عملنا مقر لينا في مدينه نصر بهذا الشكل، واتعمل مقر الاهلي مدينه نصر، وباصبح الاعضاء هناك ليهم حق حضور الجمعيه العلميه والتخميق وترشيح المجلس الاداره. فاصبح العمليه نفسها اكن النادي الاهلي ليه مكانين. فانا بقول ايه؟ انا عندي مكانين كبار. عايز اودي ناس اللي ده جاي في اخر الدنيا، بدل ما تيجي من مدينه نصر ومن التجمع الخامس حاجات من دي كلها عشان تيجي الجزيره، لا روح ادي صوتك في مدينه نصر. وانت بتاع الجيزه ده لما تروح هناك تعالى ادي صوتك في الجزيره. يعني الموضوع سهل جدا. حته بقى اللجنه الاولمبيه وتعنت اللجنه الاولمبيه، هو الموضوع غريب يعني غريب جدا. عشان كده انك انت هل المسؤول الوزير المختص ولا اللجنه الاولمبيه؟ اللائحه اللي موضوعه عايز تخلي اللجنه الاولمبيه مسؤوله مسؤوليه كامله على الانديه، وده طبعا غلط. ما عندهاش الامكانيات. الانديه بيحكمها جمعيه عموميه ومجلس ادارتها معروفه ومشهر بهذا الشكل. واللجنه الاولمبيه هي تحت طائله اللجنه الاولمبيه في حاجات معينه، واللجنه الاولمبيه المصريه تحت طائله اللجنه الاولمبيه الدوليه وهكذا ماشي. ولكن انت بيديك ان انت تعمل اللائحه الخاصه بيك. انا مش دخل في اختصاصك، انا مش هكتب نفسي اشغل هكتب نفسي لوائح انا اضرب ببيتي فيها. والدليل على ذلك المواد الموجوده في اللائحه الاسترشاديه ولائحه النادي الاهلي اختلاف ست مواد او سبع مواد. يعني حاجه بسيطه جدا، بس الاهلي شايف ان دي مناسبه بالنسبه له. فما تحرمنيش من هذا الشكل. عشان كده انا عايز الاعضاء تيجي يا جماعه تحضر الجمعيه العموميه سواء في الجزيره او في مدينه نصر او العكس، مدينه نصر الاول يوم الجمعه والجزيره يوم السبت، عشان نقول كلمتنا، نقول ان عندنا لائحه بتقول. ولابد اللائحه دي مش قران. يعني ممكن مجلس الاداره اللي جاي يغير فيها تاني، لكن انت لو عملتها من اللجنه الاولمبيه لو غيرت سطر لازم ترجع اللجنة الاولمبيه. يبقى انت معناها انك انت محكوم من قبل اللجنه الاولمبيه في اي تصرف بالنسبه لك في اداره المكان النادي. امال ليه عملت جمعيه يوميه؟ ليه عملت مجلس اداره؟ وليه عملت اشهار؟ كل الكلام ده كله بالكامل ليه؟ عشان انت كمنظومه بتدير نفسك بنفسك. فانا بقول النادي الاهلي كيان، وجميع انديه مصر كيان برضه، مش عايز اقول النادي الاهلي بس. خلي بالك حضرتك برضه، يعني انا بتكلم على اللائحه اللي مع سياده اللواء، انا بشوف النادي الاهلي دايما هو المناره دايما للانديه حواليه. بالظبط. اللائحه دي اعتقد ان بعد كده هيحصل تعديلات من بعض الانديه اللي عملت لائحه داخليه. ايوه. كلهم يتناسب. ممكن تكون داخل هذه اللائحه الخاصه بالنادي الاهلي، لان النادي الاهلي هو اكثر الانديه المحترفه والانديه اللي زي ما بقول الشكل الاداري فيه مكتمل بشكل كبير في مصر، فبالتالي هتلاقي بعض الامور هتتاخد من هذه اللائحه. احنا عارف النادي الاهلي لما كان بيعمل لائحه نشاط رياضي، انا بتكلم نشاط رياضي اللي هو مهنتي، تمام، كنت بعمل لائحه اول ما قبل ما اخلصها اعتمد مجلس اداره، ابص الانديه كلموني ابعت لي نسخه اللائحه، يا جماعه اصبروا شويه ما تعتمد، تمام. فاصبح النادي الاهلي من عمر طويل جدا فكر عالي جدا، لوائح منظمه لعمله، انديه مصر كلها يعني بتتمنى وبتشوف لوائح النادي الاهلي عشان تمشي زيها. صحيح. وتروح لاي نادي في مصر او في الدول العربيه تلاقي عناوين النادي الاهلي او خطوط النادي الاهلي في اللوائح بتاعته او المنظومه نفسها بتاعت اللائحه موجوده عندهم. ان احنا لما بنعمل لائحه بنعمل لائحه مدروسه، معانا مستشارين على اعلى مستوى. بالظبط. بنساله يعني عمر مجلس اداره ما ياخد قرار بنفسه، لازم يرجع كان مستشار عبد المجيد محمود، مستشار جاء عطيه، المستشار محمود فهمي. انا نفس العمليه لما كنت بعمل حاجه لازم اسالهم. انا كنشاط رياضي لازم اسالهم. ومش عيب. مش عيب اتعلم من الناس الافضل مني. يعني الكلام ده كان موجود سنه كام اللي حضرتك بتتكلم عليه؟ من عمر طويل كل لوائح. ايه اختلف دلوقتي؟ انا مش عارف ايه اختلف. ما هم نفس القامات الكبيره اللي كانوا بيحطوا اللوائح مثلا. هم نفسهم القامات. بتشوفها ان كمان في بعض الناس دلوقتي بتطالب ست اللواء بالجمعيه العموميه ان ما يروحوش لعدم اكتمال النسوق. شوف ايه ليه كده؟
دي يعني احنا ما بنتكلمش في انتخابات بقى مجلس اداره والكلام هو ده. هو بالاسف ان هو طلعت موجه او نغمه ان هي ديت ان الجمعيه العموميه لو اكتملت هيبقى زي طرح الثقه في المجلس الحالي. الكلام ده طبعا بعيد كل البعد عن الحقيقه. يعني احنا دلوقتي يعني احنا انا عايز اقول للناس ان احنا مؤيدين للنادي الاهلي مش لاشخاص. صحيح. احنا دلوقتي لو جه المجلس الجاي نفس الحكايه هتلاقي محمود علام وسمير عبد رب و و و و مؤيدين للمجلس المجلس. احنا تعودنا تربينا في النادي الاهلي كده ان احنا مؤيدين للنادي الاهلي وليس مؤيدين لافراد او لاشخاص او احنا عندنا رئيس النادي الاهلي ده رمز تاريخي في النادي الاهلي. الجمعيه العموميه اللي بتختار رئيس النادي وبتختار قائمته. النادي الاهلي اللي اختار عبد الخالق ثروت باشا، اللي اختار جعفر والي باشا، اختار احمد حسنين باشا، احمد عبود، اختار احمد عبود باشا، اختار الفريق اول مرتجي، اختار الكابتن صالح سليم، اختار الكابتن حسن حمدي، اختار الكابتن محمود طاهر. دي اختيارات الجمعيه العموميه للنادي الاهلي. دي رموز النادي الاهلي لا تمس ولا تهاجم. ده لازم يفهم طبعا. الناس تفهم هذا الكلام. لما تعوز تنتقد او انتقد بادب، لكن مفيش تشهير. اختيار الجمعيه العموميه لا يمس. انا بقول للساده اعضاء النادي الاهلي خلي بالكم انتوا بتعدوا خطوط حمراء في النادي الاهلي. النادي الاهلي رموزه لا تمس ولا تهاجم ولا تجرح، لان ده تجريح وهجوم على الجمعيه العموميه. والجمعيه العموميه لا تنسى ولن تغفر ولن ترحم. بس عشان يكون الناس كلها فاهمه هذا الكلام، احنا دلوقتي بنتكلم في لائحه مستقبل النادي الاهلي. لازم الناس تيجي وهيجوا، وانا متاكد انها هتيجي بكثافه عاليه، واتمنى انها تكتمل يوم الجمعه عشان نفوت على اي حد عايز يلعب من ورا ظهر النادي الاهلي في اي حاجه. احنا كلنا هنروح يوم الجمعه مدينه نصر يوم 25 نختار اللائحه. كل واحد يختار اللائحه اللي عايزها. عايز لائحه النادي الاهلي، عايز اللائحه الاسترشاديه، روح ودي رايك لو سمحت. روح ودي رايك. ده احنا مش اقل من نادي هليوبوليس. صحيح. مش اقل من سموحه. تحدي ده تحدي. الجمعيه العموميه للنادي الاهلي هي الرائده. صحيح. كبيره جدا. مضرب الامثال وهيضربوا مثل يوم الجمعه 25 واستكمالا ليه يوم 26 في الجزيره. هنضرب المثل وهنكون القدوه لكل الانديه المصريه ان النادي الاهلي بيرعى مستقبله. وبعدين الانتخابات ده موضوع اخر نتكلم فيه بعدين، ونختار اللي احنا عايزينه. ما هواش اختيارات حاليا في اللي عايز برضو اكمل حضرتك، لانك انت قلت ملحوظه للكابتن سمير انا هرد عليها. اتفضل. مين اللي عنده السيطره على الرياضه في مصر؟ هل هي اللجنه الاولمبيه ولا وزاره الشباب؟ هسأل سؤال حضرتك، مين اللي بيدفع؟ الوزارة. اللجنة الأولمبية ما عندهاش موارد. بتاخد منك. بتاخد من الوزارة. كل ميزانيتها بالكامل. عندها اتحادات. الله أعلم 500 مليون 600 مليون هتجيبهم منين؟ من الوزارة. إذا السيطرة ما زالت الوزارة. ولذلك اللائحة الاسترشادية ديت، والكابتن سمير لو شافها وقراها نفس اللوائح بتاعه كل وزراء الرياضه السابقين كل مره. كل مره هي نفسها بكل بنودها. مش عايزين نقول توافق في الافكار ما بين الجهه الاداريه والعاملين في اللجنه الاولمبيه المصريه. طيب عشان كده كان السؤال بالنسبه للكابتن سمير قبل ما نروح للتقرير عن الجمعيه العموميه، يعني اللائحه الاسترشاديه نفسها كان هدفها ايه؟ ويمكن سياده اللواء وداني ليها، يعني هدفها من وزاره الرياضه ليها هي السيطره
من وزاره الرياضه من ورا الستار، ولا الوضع ايه، او اتفاق موجود، ولا ايه الوضع بالظبط؟ هي بغض النظر عن البنود اللي احنا مختلفين عليها في اللائحه، بالنسبه للائحه الاسترشاديه، اللائحه الاسترشاديه في حته في اللائحه الاسترشاديه بقول لك ايه، تبعيه الجمعيه العموميه للنادي تتبع اللجنه الاولمبيه. الله، بقى انا كاعضاء وجمعيه عموميه ما اقدرش اخد قرار بنفسي؟ لازم يصدق عليه من اللجنه الاولمبيه؟ ده حتى ما كانت وزاره الشباب وببعت لها القرارات بتاعت الجمعيه العموميه بتصدق عليها ان بيجي مندوب من الجهه الاداريه بيحضر الاجتماع الجمعيه العموميه شباب القاهره. تمام. فاصبح العمليه نفسها انك انت عايز تخنقني وتحطني تبع اللجنه الاولمبيه. ليه؟ مش عارف. يعني حاجه غريبه بتحصل في الدوله. بدل ما تساعدني ان انا اشتغل يكون عندي جمعيه عموميه بتقول كلمتها واعضاء انا كعضو في النادي من حق اقول كلمتي، من حق احط لائحه العمل تنظم العمل جنبي. انت ممكن بعد كده بقى تقول لي ايه فريق الكوره ده ما تختارش المدرب، احنا هنختار لك المدرب ونجيب لك المدرب لغايه عندك. والله هيحصل كده، اللعيبه دي ما تجيبهاش هنجيب لك كذا. انا بقول لحضرتك ان النهارده في الجورنال واحد من الصحفيين بيكتب ان الاعضاء او اعضاء الجمعيه العموميه زعلانين ممكن النادي يعمل ياسس الشركه من غير ما يرجع لهم. طب انت حاططني ليه في جزئيه الاداره؟ ما انت خصوصا بقى كره القدم، لان انت لازم تاسس شركه كره قدم عشان الموجوده الاحترافيه موجوده في دول العالم كلها، في دول العالم موجوده وبتوافق عليه من جمعيه عموميه وخلاص انتهت الموضوع. انا لو عامل مخالفه ماليه او حاجه من دي حاسبني بقى كجهه اداريه وتعالى قول لي انت عامل مخالفه ماليه وحاسبني. صحيح. لكن طول ما انا ماشي مظبوط وبدير المنظومه مظبوط، دور بقى على المخالفات الماليه في انديه ثانيه، ما تسيب النادي الاهلي ماشي مظبوط. انت عمرك طلعت بتراجع، ما هو بيراجع الميزانيه بتاعتك، بيراجع صحيح، وكل سنه بتراجع الميزانيه والجهاز المركزي المحاسبات بيصدق عليها ويجي لك الميزانيه. ايه المشكله يا جماعه؟ ما تسيبونا نشتغل. انا مش عايز نادي الاهلي كيان، الكيان ده بنسلم بعض البعض. المشكله دلوقتي حاليا ان في شرخ في الكيان للاسف. احنا عمرنا ما عبد يعني مجلس اداره كان يطلع من الجمعيه العموميه وصائت يروح يسلم على مجلس الاداره اللي نجح ويقفوا مع بعض واصدقاء. عمرنا ما شفنا حرب ابدا بهذا الشكل. كنا في يعني من الاصلح يمشي، الاصلح ينجح وبننتخب الاصلح. طب احنا انتخبنا محمود طاهر والمجموعه بتاعته، احنا خلاص موافقين عليه. سيم الناس هيجي او هو هيجي تاني برضه موافقين عليه. طبعا ان مين بيقول موافقين عليه؟ الجمعيه الاموميه بتقول كلمتها. فالجمعيه الاموميه بتديها حريه اختيار مجلس اداره، ما اداش اختيارها تعمل لائحه بنفسها. ليه تدخل نفسك فيها ليه؟ كلجنه اولمبيه او كوزاره او كستار كده غريب شويه فيها. صحيح. احنا عايزين يا جماعه الجمعيه العموميه تكتمل وتقر اللائحه للنادي بهذا الشكل، ان الفرق فينا بين لائحه دي واللائحه دي بنود بسيطه جدا. انت بتيجي تقول مثلا ايه من ضمن البنود يقول لك ايه رئيس مجلس اداره او عضو مجلس اداره ممكن يكون مؤهل متوسط. ازاي يا جماعه في الزمن بتاعنا ده؟ بقى انا اطلع رئيس مجلس اداره ومعايا مؤهل متوسط ومعايا واحد واخد دكتوراه جنبي عضو. برضه الحته العلميه مهمه جدا يا جماعه، الفكر العلمي طبعا فيها. تيجي بتقول هذا الشكل غلط انت. فلائحه النادي تقول لك ايه؟ لازم يكون مؤهل عالي. ما اقولكش بقى بكالوريوس دكتوراه ولا غير، قلت لك مؤهل عالي. افصل الامور مؤهل عالي. طيب. نيجي حاجه في لائحه النادي برضه يقول لك ايه؟ التجنيد. لائحه النادي يقول لك لازم تكون انت فعلا قد الخدمه العسكريه او معفي منها. ايه المشكله فيها؟ انت بتروح اي مصلحه يقول لك قلت لك فيش تشبيه وقت حاجات من دي كلها. ايه المشكله فيها؟ ما في ناس المشكله في التجنيد، هربت من التجنيد وسافرت قعدت عاشت بره فتره طويله وجت بعد سن 30 سنه راحت جايه صحيح وراحت دافع الغرامه وخلاص انتهى. وانا هقول لحضرتك ده متهرب من التجنيد. ما تنكشنيش بقى بامانه يا ست اللواء. اي منصب خصوصا بقى اعضاء مجلس اداره او مدير تنفيذي او رئيس نادي او داخل النادي الاهلي، فانت بتتكلم في منصب قوي جدا جدا داخل النادي الاهلي، المؤسسه الكبيره دي، قصدي داخل مصر المؤسسه الكبيره دي، اي عضو فيها او اي عامل فيها هو مؤثر بشكل كبير على الدوله المصريه بشكل رياضي او شكل حتى وصلت ان الناس استخدموها في السياسه كمان لو تفتكر. فبالتالي لازم تبقى قد المسؤوليه سواء بقى علميا او ثقافيا، فده اللي انا بتكلم فيه دايما باستمرار بالنسبه للنادي الاهلي استكمالا لكلام حضرتك يعني. فاصبح العمليه نفسها، ادي مثل حاجه، النادي الاهلي مثلا جه في عدد اعضاء مجلس اداره انت حاطط له 12، فالنادي الاهلي حط بتاعته 9 اللي هو رئيس ونائب رئيس وامين صندوق وال واربع اعضاء واثنين تحت السن. ايه المشكله؟ اثنين تحت السن دي انا شايفها قليله شويه يعني. بص ما نرجع برضو نقول تاني،
دي لائحة يا جماعة وانا وضعتها كأهل ممكن تغير. تعالى في مجلس الإدارة جديد غير زي ما انت عايز. لكن لو وضعتها اللجنة الأولمبية مش هتغيرها. دي الفكره. مش انت اللي هتغيرها بقى هو اللي هتغيرها. اعملها لك ثلاثه اعملها لك اثنين اعملها لك خمسه. تمام. وحسب ظروفك انت ايه بهذا الشكل. لكن انت على حسب ظروفك انت. انا برضو يعني في جزئتين. الجزئيه ديت ان النادي الاهلي لما اختار تسعه فاصبح رئيس وامين نائب وامين صندوق. وبعدين فاضل سته. فهو اختار اربعه واثنين. تمام. لو عملت ثلاثه وثلاثه هيبقوا نص المجلس تحت السن. تمام. فهو عملها اربعه واثنين لكن هم 12 ممكن يعمل ثلاثة تحت السن وثلاثة مناصب ستة وفي أعضاء ستة فأنت خفضت العدد لخمسة. بالنسبة للمؤهل العالي المؤهل المتوسط برضو استكمالا لشرح الكابتن سمير إن أنت في نادي زي نادي الأهلي الميزانية بتاعته النهاردة مليار. طب إزاي أنت هتجيب رئيس مؤهل متوسط يتعامل بمليار جنيه كميزانيه للنادي؟ لا ممكن في في في, في نادي ثاني في مركز شباب في حاجه ممكن مؤهل ده تناسب ممكن مؤهل متوسط. لكن انا بتكلم في مؤسسه نادي الاهلي نادي الجزيره نادي هليوبلس نادي سموحه سبورتنج الصيد الانديه دي ميزانيتها بمئات الملايين وعندها زي ما قال كفاءات وحاجات الدكتوراه مثلا ممكن تلاقي 10,000 واحد واخد دكتوراه. المطالب دايما بالتطوير كمان. المطالب بالتطوير ما ينفعش ان انا احط رئيس نادي او عضو مجلس اداره مؤهل متوسط بنستفز الاعضاء. صحيح. لكن يجوز انها تسمح في نادي تاني فكل نادي يحط اللائحه بتاعته بما يتناسب مع حجمه وما تتطلبه المرحله. خلينا نروح لتقرير عن الجمعيه العموميه وارجع اكمل كلامي طبعا عن يومي 25 و26 يعني زي ما بقول هو يعني يومين فارقين في تاريخ النادي الاهلي في الفتره او مستقبل النادي الاهلي في الفتره القادمه. هاجي الجمعيه العموميه وبحشد كل الناس اللي انا اعرفهم ان هم ييجوا ويدلوا بصوتهم لان احنا المفروض احنا صحاب القرار في نادينا واحنا انتخبنا مجلس اداره ينوب عننا في اتخاذ قرارات معينه في النادي. ما ينفعش بقى انا بعد ما انتخب ناس معينه والناس دي شايفه مصلحه النادي يجي بقى ناس من بره يقرروا احنا عايزين ايه يتعمل جوه النادي. احنا اضرب مصلحتنا وبعدين احنا نادي اهلي احنا كيان والاهلي فوق الجميع والاهلي ما حدش هيقدر ينزله عن مستواه. احنا طالعين في طريقنا وان شاء الله الجمعيه العموميه هتقول كلمتها وانا واحده من الناس ان شاء الله احنا اللي هنقرر اللائحه بتاعتنا ايه. احنا بالطبع اتكلمنا في الموضوع ده بينا في الجروبات بتاعت النادي وكده ان احنا لازم ننزل عشان نحقق الاعضاء ان هم يبقى لهم رايهم ومحدش يقدر يتدخل في حاجه تخص اللاعب او العضو يعني عامه. نادي الاهلي ده بيتنا احنا اللي فارضين وصايتنا عليه بصراحه واحنا اللي بنحاول ان احنا نقوم بيه ومفيش حد المفروض ان هو يفرض علينا اي قرار. النادي الاهلي قانونا ماشي صح ومش شايفين فيه اي غلط ودي امانه بصراحه الواحد بيقولها مش اكتر. لكن انا نازله باذن الله 25 26 نازله انا ومجموعه كبيره من صحابي علشان انا شايفه حاجه ايجابيه فانا عايزه اقول عليها يعني مش اكتر. اكيد طبعا لازم كلنا نبقى موجودين ولازم كلنا نبدي راينا بامانه واخلاص لان فعلا في ناس بتادي دورها ودور مهم. لازم نقول الايجابيات ونقول السلبيات عشان هي حياتنا كلها فيها ايجابيات وفيها سلبيات ما نقفش على السلبيات فقط. لازم نشوف برضو زي ما بيقول نص الكوبايه المليان والفاضي فلازم نشوف نساعدهم ونوصل لهم راينا عشان يحاول السلبيات دي نطغي عليها على قد ما نقدر ونحسنها ونوصل لاولادنا بمستوى احسن ان شاء الله. كل اللي حابه اقوله ان احنا يا جماعه النادي الاهلي ده بيتنا ومكاننا احنا اتربينا فيه وطلعنا فيه وما فيش حاجه اسمها حد يملي على النادي الاهلي اوامر او يقول للنادي الاهلي. النادي الاهلي اكبر من كل الكلام ده وما ينفعش ان حد يمشي كلامه علينا. ده بيتنا ومكاننا وحريته من حريتنا فاحنا ان شاء الله كلنا نازلين باذن الله علشان نقول كلمتنا والجمعيه العموميه كلها تقف جنب المجلس سواء المجلس ده او في الانتخابات ايا كان. لكن الاهلي ليه وضع تاني غير كل الانديه. طبعا انا نازله وبابانا نازل كل يعني اللي انا اعرفه بصراحه نازلين يعني الناس كلها نازله باذن الله يوم السبت باذن الله
ونفس الكلام برضو في مدينة نصر، في ناس كتير صحابي هناك برضو نازلين، يعني الناس كلها المرة دي بالذات كمان في تحدي، لأن في على النت حاجات كتير بتتقال إحنا نفسنا مش راضيين عنها. يعني بالنسبة لمجلس الإدارة، بالنسبة للائحة بتاعت الأهلي، مش عايزين الأهلي هو اللي يعمل لائحته والكلام دوت، لا في حاجات كتيرة جدا إحنا مش موافقين عليها أصلا. مهما كان يعني إحنا هنا ده بيتنا، فمن حقنا ان احنا يبقى لينا لائحتنا، محدش يجي غريب من بره يتكلم معانا احنا هنا كنادي. يعني ازاي؟ طبعا هننزل كلنا في يوم 25 و26، وهنحضر كلنا ان شاء الله، لان النادي فيه طفره كبيره جدا في الانشاءات وفي كل حاجه، لقيناها اتغيرت في النادي، كل حاجه بامانه لقيناها اتغيرت في النادي. فان شاء الله هننزل ونساند مجلس الاداره، وباذن الله يومين يبقوا جمال ويعدي على خير باذن الله. والله احنا لازم نساند النادي الاهلي ونساند الاداره، لان دي لائحه تخص كل الاعضاء وفي مصلحه النادي، ولازم كلنا نشارك فيها ان شاء الله. طبعا لازم باذن الله هننزل، ولازم هنبقى موجودين في فتره الانتخابات دي، لازم نكون موجودين فيها ان شاء الله. هو طبعا انا بقول لكل طبعا اصحابي وكل الاعضاء ان هم لازم يحضروا اليوم زي ده، لان ده بيبقى المفروض حاجه لينا كلنا. اللي عنده اي حاجه بالنسبه للنادي ان هي تتغير، او بالنسبه للحاجه اللي هم شافوها كويسه ان هي حصلت، طبعا النادي حصل فيه تطورات الفتره اللي فاتت دي حلوه جدا جدا جدا، ما شفناهاش من سنين فاتت، وبالذات ان احنا يعني من اقدم الناس في النادي. لا حصل انجازات كتيره وفي وقت صغير قوي، ولازم نيجي نقول راينا، بحيث اي حاجه تانية احنا شايفين مش عجبانا لازم نقولها عشان نكمل تطورات النادي ونبقى دايما للامام. يعني طبعا هو حقي لاعضاء الجمعيه العموميه ده اولا، ثانيا ان احنا بنرفض اي تدخل خارجي من اي جهه. أعضاء النادي الأهلي كفيلة أنها تقدر توافق على القائمة الاسترشادية بتاعتها هي اللي تخصها، إحنا ما بنحبش وصاية علينا. وضع طبيعي أنه لازم أنزل أيد النادي بتاعي، يعني دي ما فيهاش مناقشة، يعني النادي اللي أنا عضو فيه ده بيتي زيه زي بيتي، لازم أيد النادي عاوزه، وأنا مع النادي الأهلي في أي حاجة وأي قرار هياخده إحنا معاه. اكمل كلامي عن اليومين الجايين، يومين مهمين جدا زي ما بقول في مستقبل النادي الاهلي. ست ليو طبعا كابتن سمير، ست ليو خليني برضو الماده العاشره. أي. الماده العاشره الخاصه باللائحه لو حضرتك كنت قريتها، اللي هي بتقول منح مجلس اداره الحق دون الرجوع للجمعيه العموميه في تكوين وانشاء شركات. مساهمة خاصة بقى شركة الكرة، كرة القدم بالنسبة لي. يعني حضرتك كنت واحد من الناس اللي حضرتك كابتن سمير اللي يمكن النادي الأهلي أنشأ فعلا شركات في عهد كابتن حسن حمدي طبعا في مجلس إدارته. أيوه. بالنسبة للشركات ده بقى حاجة موجودة، ودي يعني طبعا في القانون 75 سنة 75 ما كانش بيدي حق إنشاء الشركات، لكن رغم هذا النادي الأهلي أنشأ شركة الأهلي الإنتاج الإعلامي بواسطة قانون الصناد بمعاونة الجهة الإدارية طبعا، واخد بال حضرتك، وكان واخد موافقة الجمعية العمومية على إنشاء شركة أهلي، واخدين موافقة الجمعية على إنشاء شركة لكرة القدم، واخد بال، يعني أوريدي في موافقة جمعية عمومية دي. بالنسبة للجزئية إن هو النادي من حقه ينشئ شركات، الجمعية العمومية بتجتمع كل سنة بالظبط، والنادي الاهلي لما بيعمل شركه ما بتتعملش في يوم وليله. واخد بال حضرتك؟ الجمعيه العموميه متحاسب النادي. انت عملت الشركه دي ليه؟ واحنا مش عايزينها، واحنا عايزينها، لكن لازم مجلس الاداره هو اللي بيدير النادي. وبعدين هينشئ شركات ايه؟ ما هو اللي هينشئ شركات لاستغلال اسم النادي. استثمار. استثمار اذا كان انا مش واثق في مجلس اداره النادي انه هيدير ميزانيه بمليار، يبقى ازاي انا ما اديلوش الحق في انشاء شركه ب 20 مليون؟ يعني من يمتلك الجزء او صحيح. يمتلك الكل فيمتلك الجزء، فدي طبعا جزئيه يعني وحق يراد به باطل. ان هو بيقول لك يعني سايبين مجلس اداره يمشي زي ما هو عايز، زي ما عايز، اذا كان هو عنده ميزانيه بمليار
انت بتتكلم في شركه هفتح اعمل شركه ب 5 مليون ب 10 مليون واخد بال حضرتك، فيعني مش مشكله. ده الشيكات اللي بتطلع من النادي الاهلي كل يوم، انا في ايام كان في شيكات بتطلع ب 25 و30 مليون. ما الشيكات انا اصل لازم امضي على المذكره بتاعتها، صحيح، يعني لازم مدير التنفيذي يمضي على المذكره بتاعتها. فبنتكلم في حاجات يعني فرعيات ما هي ملهاش وجود يعني. طيب كابتن سمير، خليني اسالك سؤال بقى، هو يمكن يعني انا باخد راي بعض الجمعيه العموميه واعضاء الجمعيه العموميه في جزئيه اعتراضهم على بعض البنود. هو بعض الكلام ان المجلس الحالي هو مجلس معين وليس منتخب. انا رايي وان انا شفته ان انا بشوف ان هو مجلس منتخب، ولكن بعض العوار في الترتيبات الاداريه هي اللي خلت المجلس يتعين، لكن هو بنفس صفته بحجم الاصوات اللي اخذها مجلس المهندس محمود طاهر هم موجودين وبيديروا بشكل جيد. فانت ليه جاي دلوقتي تقول لا ده مجلس معين ومجلس مش منتخب؟ طيب انا كعضو في النادي مش انا اللي منتخبه؟ صحيح. الا جاي دلوقتي بعد ما انتخبت تقول لي لا ده حاولته لمعين؟ في خطا اداري حصل في الجمعيه العموميه، ما هو مش ذنب هم فيه، المجلس ملوش ذنب فيه، وقبل على نفسه ان يستمر بهذا الشكل غير معين. في ناس ما قبلتش واستقالت، فنشكر الناس اللي قبلت تدير منظومه النادي الاهلي. اما ايه الفرق؟ طب ما في مجالس اداره كانت كتير جدا كانت معينه في النادي وكان بيطلع لها قرار تعيين وتشتغل وحاجات من دي كلها. انا مش مهم ده الحته دي، المهم ده مجلس انا انتخبته وتحول بحكم الغلطه الموجوده في الجمعيه العموميه لمجلس اداري، مجلس تعيين. مش ذنبه، ورغم كده استمر واشتغل. صحيح. وبعدين بدا ينمي موارد بالنسبه للنادي. ودول ولاد النادي الاهلي مش حد غريب، احنا ما جبناش حد من بره يا جماعه، اصل مجلس معين مكون يا جماعه اسال ايه؟ جايب موظف معينه، جايب مش عارف ايه معينه، لا دول ولاد النادي. كل اعضاء مجلس اداره دول ولاد النادي وخدموا النادي وعايزين يخدموا النادي. عضو مجلس اداره ده بيأدي خدمه للنادي فيها بدون مقابل. ونازل هذه العمليه تقعد تهاجمه؟ ليه المهاجمه ليه؟ هيجي وقت معين هيمشي السير وهيجي صاد. لازم يا جماعه كيان النادي الاهلي كبير، لازم نحترم كيان النادي الاهلي. مش شايفين اي قصور حصلت يعني في ميزانيه النادي؟ انت بتشوف زياده موجوده، بتشوف فائض موجود، فاضل شهور على بتاع الموضوع ده، حاجات بسيطه جدا. بتشوف الفرق يعني عندك نشاط رياضي، بتشوف الفرق ما شاء الله ما شاء الله، النتيجه كلها كويسه جدا. الطايره والسيدات ورجال عايز اكتر من كده ايه؟ وقادة الناشئين الصغيرين والمدارس نفس سور الاكاديميات موجوده فيها قد ايه، والملاعب قد ايه، احنا وصلنا الكويت دلوقتي، وعضو النادي متمتع بالنادي. صحيح. انت عايز اكتر من كده ايه؟ صحيح. ليه يا جماعه ليه النفوس اللي بتسوس في النادي؟ انا لابد نخاف على كيان النادي الاهلي ونحترم كيان النادي الاهلي. انت انتخبت عضو مجلس اداره موجود، لازم احترمه لغايه ما يقدم مدته واقول له متشكرين، يا اما يكمل يا اما واحد تاني غير يكمل مكانه. لكن لابد عندنا احنا نادي كبير، نادي الاهلي دوت بقامته باعضائه بجمعيات عموميه عارف من دي، كيان كبير جدا يا جماعه لازم نحترم. طيب ست لو ما ينفعش اختم وما اتكلمش في جزئيه مهمه جدا، وهم اعضاء الجمعيه العموميه الخاصه بفرع الشيخ زايد وحقهم في التصويت في الجمعيه العموميه الخاصه الحاليه وبعد كده. أيوه. لان ده حكم محكمه يعني حضرتك. أيوه. راي حضرتك خصوصا يعني انا كنت موجود في وقت من الاوقات في الجزئيه دي. ايوه. دلوقتي بالنسبة لموضوع أعضاء فرع الشيخ زايد، كانوا رفعوا قضية قدام مجلس الدولة وخدوا حكم بأحقيتهم في حضور الجمعية العمومية، وده حكم بات وكان بتاريخ 15/3/2017 قبل صدور القانون الحالي الجديد. أصبح هذا الحكم طبعا عمل فيه طعن واستشكالات واترفضت وأقرت بحقهم في النهائي. أصبح هذا الحكم نافذ لأنه صدر في عهد القانون السابق وده أصبح نافذ، والسيد المدير التنفيذي للنادي الأهلي بعت خطابات بهذا المعنى للسيد المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والأستاذ هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية والأستاذ محمد سويلم وكيل وزارة الشباب ومديري الشباب والرياضة في القاهرة بخصوص ان ده حكم صدر في كذا واستشكالات واترفضت و و و و قولوا لنا نعمل فيه ايه. طبعا اللي رد طبعا الاستاذ محمد سويلم، عندي جواب هنا بتوقيعه. ده حضرتك لما كنت موجود؟ لا ده 24/7/2017 اللي فات. تمام. قال له إيماء الإنذار الوارد إنه مرفق صورة والصيغة التنفيذية
يرجى من سيادتكم بعض الاطلاع على الصوره التنفيذيه الصيغه التنفيذيه للحكم في الدعوه سالفه الزيت، يرجى التكرم بتنفيذ ما ورد بمنطوق الحكم وذلك بعد استلام اصل الصيغه التنفيذيه للحكم بعالي. يعني مديريه الشباب والرياضه بتقول الجهه الاداريه بتقول له نفذ. طب انا نفذت، تيجي اللجنه الاولمبيه تقول لك لا ما تشربش من القله دي، اشرب من القله دي. ايه يا اخوانا؟ يقول لك لا دول ما يدخلوش. ليه يا سيدي؟ يقول لك انا قلت كده. ده عنده حكم والجهه الاداريه وزاره والجهه الاداريه قالت لازم تنفذ الحكم. طب انا ما نفذتش الحكم ده انا اتحبس. يقول لك لا. طب ابعت لي جواب بالكلام ده. ما بعتش جواب بالكلام ده، طلع بينزل على الموقع بتاعه دولت ما يحضروش وهتبقى باطله لو حضر. الله، تهديد تهديد. وبعدين يقول لك النادي الاهلي مش ملتزم بالقانون واللوائح. طب مين اللي مش ملتزم بالقانون؟ قولوا لنا يا اهل القانون، النادي الاهلي بيلتزم بالقانون ولا اللجنه الاولمبيه اللي مش عايزه تلتزم بالقانون وحكم القضاء؟ انا مش فاهم برضو ده. في عيب شق جامد قوي فيها، ان دلوقتي كلامك ده معناه في اختلاف ما بين اللجنه الاولمبيه ومدير الشباب القاهره. لا، في حد مش فاهم، في حد فيهم مش اختلفوا فاهم. انه اختلفوا مع بعض. ما هو اختلاف ده مصلحه النادي الاهلي، النادي الاهلي كيان، فاختلفوا مع بعض اللي هو مدير اللي هو وكيل وزاره لمدير الشباب القاهره، لان انا بتبع له طب وخدت رايه طب. والحكم المحكمه يجب الكل، ذلك حرم مكمن على عيني وراسي لازم ننفذه. طب عمر النادي الاهلي ما رفض حكم محكمه او طعن في حكم محكمه، ما تقدرش. ودي حاجه مهمه جدا. النادي الاهلي عمره ما عمل كده. انا لما بعت للجنه الاولمبيه للسيد رئيس اللجنه الاولمبيه، انت المنوط بيك الرياضه في مصر، قلت لك انا عندي حكم محكمه في إيه؟ انت سيادتك ما ردتش عليا ليه؟ ما ردتش على الجواب اللي هو ولا سيما عارف تسلم لسيادتك في 15/7. ما ردتش وقلت لا ما تنفذش ليه؟ وهو سلطانه عليك ولا مدير الشباب القاهره؟ نعم، من السلطان عليك؟ محدش فاهم حاجه. ما هو المعروف كده الجهه الاداريه المنوط بيها اذا مدير الشباب القاهره. ما انت بتبعت الجواب، بتبعت له جواب بيرد الجهه الاداريه. رد ولما ردت الجهه الاداريه وقالت لك نفذ، هو قال لك لا ما تنفذش. لا لا لا، الله. طب تعنت وحشه. يعني اخيرا ست اللواء كابتن سمير، يعني كلامكم للجمعيه العموميه في اليومين القادمين. انا برجو اعضاء النادي اللي بتحب النادي الاهلي تحضر الجمعيه العموميه، مش احنا مش اقل من النادي الاهلي، بس احنا عندنا بنحب النادي الاهلي في دمنا وحياتنا، فلابد نحضر الجمعيه العموميه عشان نقول كلمتنا. مش بقول لك تعالى قول موافق مش موافق، تعالى احضر عشان تحس ان في كيان موجود، تحس انك انت مهتم بهذا الشكل فيه. لكن اللائحه اللي وضعها النادي الاهلي ديت نفسها لائحه مبسطه جدا، واختلاف في 7 مواد نفسهم، ودول لمصلحه النادي. انا شايف لمصلحه النادي، فلازم اجي واقول موافق على اللائحه دي كعضو النادي عشان خاطر النادي الاهلي يبقى كبير طول عمره. ما كبير، مش معقول ان اللي بيستطلع اكبر مننا في هذا الموضوع. لا بنحضر. طيب ست اللواء، الجمعيه العموميه للنادي الاهلي هي اللي بتدير النادي الاهلي. انا من يوم ما وعيت، من يوم ما دخلت النادي الاهلي في 59، من يوم ما بقيت عضو عامل في النادي الاهلي من 67، الجمعيه العموميه هي اللي بتدير النادي الاهلي. هتقول لي ازاي؟ اقول لك هي اللي بتختار الاشخاص اللي بيديروا النادي الاهلي، سواء كان رئيس النادي او مجلس ادارته. الجمعيه العموميه للنادي الاهلي سقطت صالح سليم. الجمعيه العموميه للنادي الاهلي نجحت صالح سليم 4 دورات. الجمعيه العموميه للنادي الاهلي هي اللي اختارت الكابتن الله المرحوم عبد صالح الوحش، والجمعيه العموميه هي اللي صاحبت الثقه من مجلس كابتن عبد صالح الوحش لما حصلت مشاكل في المجلس وما انتظرتش الانتخابات وقالت لا. فادي درس للتاريخ ان الجمعيه العموميه لا تقبل اي خلافات او اي حد يخرج عن النص او الخط في النادي الاهلي. الجمعيه العموميه للنادي الاهلي هي اللي بتدير النادي الاهلي. من غير اللائحه دي ستدار من استاد القاهره في مدينه نصر. انت الامر بايدك. يوم الجمعه 25/8 في مدينه نصر، واذا ما قدرتش تعالى يوم السبت في الجزيره يوم 26. اختار اللائحه
اختار مستقبل النادي، ادي الباور ليك، خلي القرار في ايدك انت. انت طول عمرك بتدير النادي الاهلي. احنا دلوقتي ما بننتخبش مجلس ادارة، احنا بننتخب او بنختار مستقبل النادي الاهلي. صحيح. انا بستفزكم عشان تيجوا يوم الجمعة، وبتحداكم انتوا هتيجوا، لان انا مش انا انتوا بتحبوا النادي الاهلي ادي ويمكن اكتر مني. صحيح. وعشان كده انا هروح يوم الجمعة 9 الصبح، هقف قدام اللجنة استناء لما تفتح، وهدي رأيي في اللائحة. وبطلب منكم جميعا ما تكونوش اقل مني. استلو بشكرك. شكرا. لا العفو. نورت وشرفت. في حاجة تحب تضيفها قبل ما يعني نفصل بالحاجات دي، ولا احنا قلنا كل حاجة؟ احنا قلنا كل حاجات كتير الصراحة. في حاجات كتير، لكن انا لا كل مكان المقام عشان بس يخش بعدنا. لا. يبقى لازم في حلقه قبل ما يوم الجمعه ان شاء الله نلحقها يا رب. ان شاء الله. الله بشكرك ونورت وشرفت. الله يخليك سمير. نورت وشرفت. شكرا جدا. شكرا جزيلا. اكيد يعني زي ما قال سيادة اللواء، التحدي موجود لاعضاء الجمعيه العموميه الخاصه بالنادي الاهلي، صنع مستقبل ناديك، وده الاهم. محدش مش عايزين حد يتدخل في شؤوننا احنا كأعضاء جمعية عمومية للنادي الأهلي ومستقبل نادينا. محدش هيقول لنا اعملوا ايه وما تعملوش ايه. عشان كده فعلا يوم الجمعة والسبت زي ما بقول لكم هو مستقبل جديد للنادي الأهلي في الفترة القادمة. بعد الفاصل ان شاء الله هيكون معاكم كابتن شادي محمد وبرنامج الكرة والجماهير. بشكركم. السلام عليكم.